مساء الخير على كل مشاهدي ومتابعي قناة الأهلي في كل مكان، وحلقة جديدة من كلام في الميديا. حلقة النهاردة هتكون مهمة قوي قوي. ليه؟ لأن عندنا أخبار كتيرة متعلقة سواء بالنادي الأهلي، وده شيء مهم جدا بالنسبة لنا وبالنسبة لكل الجماهير الأهلوية، أو فيما يتعلق كمان بمنتخبنا الوطني المصري، واللي دايما بنتمنى له كل التوفيق في هذه المرحلة الهامة جدا جدا، سعيا نحو الفوز باللقب رقم 8 في تاريخ مصر بالتحديد، بطولات الأمم الأفريقية. كل التوفيق لمنتخبنا الوطني، وعندنا تفاصيل وكلام كتير جدا مهمة قوي بخصوص منتخب مصر. الجزء الثاني من حلقه النهارده هينورنا ويشرفنا في الاستوديو استاذ الكبير استاذ محمد القوسي، وهنتكلم بشكل مستفيض جدا في مختلف الملفات على الساحه الرياضيه المصريه. هنستفيد كمان اكتر في الحديث، بس نروح نشوف اهم وابرز العناوين. يلا بينا. اجري الفوز بامم افريقيا سيمنح صلاح الكره الذهبيه. الجري يعالج الأخطاء الدفاعية والعقم الهجومي قبل مواجهة جنوب أفريقيا. رينارد يحذر مصر من جنوب أفريقيا. هاني رمزي: البطولات تحسم بالنتائج وليس بالأداء الجميل. مدرب جنوب أفريقيا يتحدى الفراعنة. الأندية الأوروبية تراقب نجوم الفراعنة. واتجاه لإقالة مدرب تونس بسبب سوء النتائج في الكان. نبتدي بالنادي الأهلي؟ ماشي، نبتدي بالنادي الاهلي عشان عندنا كلام كتير مهم جدا بخصوص منتخبنا الوطني. نشوف اخبار نادينا العظيم الاول. ايه النادي الاهلي بالتحديد؟ عايز ابتدي بالكابتن محمد يوسف المدرب العام لفريق النادي الاهلي، واللي صرح بعد مباراه الامس. مباراه كانت وديه مهمه جدا بالنسبه للنادي الاهلي امام فريق المتحده، والمباراه دي كانت في اطار عدد كبير من المباريات، او بالتحديد اربع مباريات استعدادا للنادي الاهلي في الموسم، او استعدادات النادي الاهلي في الموسم الجديد بالتحديد. عندك دي كانت اول مباراه هنا في القاهره، عندك ثلاث مباريات تانيين هناك في اسبانيا في معسكر الفريق ان شاء الله، اللي هيكون يبتدي باذن الله فعليا من يوم السبت. الفريق هيسافر يوم الجمعه، المعسكر يبتدي ان شاء الله باذن الله من يوم السبت. كابتن محمد يوسف قال المباراه امبارح كانت مهمه قوي، مباراه المتحده، وقال ان احنا كان مهم بالنسبه لنا ان احنا نبص على عدد كبير جدا من اللاعبين، خصوصا بعد فتره تحضيريه من الجانب البدني والفني كانت على مدار اسبوعين فاتوا، فبالتالي كنا عايزين نطمن على حاله اللاعبين سواء بدنيا او فنيا، عشان نشوف النواقص هتكون ايه، او النواقص بالنسبه لنا بانت في ايه، ونحاول نعالجها. وده شيء مهم جدا في مرحله هي الاساس بالنسبه للموسم الجديد، وهي الاساس بالنسبه للنادي الاهلي ان شاء الله، عشان يبقى واقف على رجله، ولاعيبه النادي الاهلي يبقوا واقفين على رجليهم ان شاء الله في الموسم الجديد، وده اللي احنا متوقعينه ومتفائلين بيه خير بشكل كبير جدا. كمان الكابتن محمد يوسف تطرق لايه؟ تطرق لبعض اللاعبي النادي الاهلي الشباب، واللي قدروا ان هم يبصوا عليهم كجهاز فني بالكامل بقياده مستر لاسبلال مباراه الامس، وقال ان احنا اصرينا ان احنا نخلي المباراه على اربع اشواط علشان نقدر نبص على اللاعبين بشكل اوضح وبشكل افضل، وان احنا نجرب اكتر كم ممكن من اللاعبين الموجودين، وخصوصا النادي الاهلي عنده طبعا قوام كبير جدا من لاعبيه، بالاضافه لبعض العناصر الشابه في تدريبات النادي الاهلي خلال المرحله السابقه. مباراة أكيد كانت مهمة، وإن شاء الله النادي الأهلي من خلال هذه الفترة يخرج بأكبر المكاسب بإذن الله، استعدادا لما هو قادم من مباريات وتحديات كتير إن شاء الله بإذن الله في الموسم الجديد. الفريق إن شاء الله هيتمرن على استاد مختار التتش إمتى؟ يوم الجمعة القادم. النهاردة أجازة، بكرة إن شاء الله هيكون مران النادي الأهلي الصباحي بالتحديد في تمام الساعة 9 صباحا، بعديه مباشرة الفريق هيتوجه لمطار القاهرة الدولي وهيصلي الجمعة هناك، وبعد كده هيتحركوا ان شاء الله بطياره خاصه لاسبانيا، وده شيء مهم ومميز جدا. وزي ما قلت لحضراتكم في ثلاث مباريات وديه هناك للنادي الاهلي في اسبانيا، مباراه هتكون يوم 7 يوم 11 ويوم 15 باذن الله، فبالتالي حتى الان الامور ماشيه بشكل جيد جدا، واكيد قناه الاهلي هتغطي معسكر اسبانيا بشكل كامل متكامل وكل الكواليس الخاصه بهذا المعسكر. نروح لاخبار بعض اللاعبين، وبالتحديد فيما يتعلق باحمد علاء لاعب النادي الاهلي، واللي كان عنده اصابه في ايده، فبالتالي ما كانش بيشارك في التدريبات وما شاركش كمان في المباراه الوديه بالامس، لكن خلاص هو بيتعافى وممكن خلال يومين باذن الله يكون جاهز للمشاركه في التدريبات. يعني باذن الله لما الفريق يوصل لاسبانيا ممكن احمد علاء يكون متواجد في التدريبات الجماعيه بشكل طبيعي. فيما يتعلق باحمد الشيخ وعمار حمدي،
احمد الشيخ لعيب كبير جدا، لعيب مهم ايضا. نفس الحال بالنسبه لعمار حمدي، لاعب شاب ومبشر وباذن الله هيكون اضافه قويه للنادي الاهلي في حاله استمراره في الموسم الجديد مع الفريق. الاثنين عندهم اصابات مختلفه، احمد الشيخ عنده كدمه في الكاحل بيتعافى منها، ايضا في فحص طبي ليه بكره باذن الله، سواء هو او عمار حمدي اللي عنده كدمه في احدى ذراعيه، فبالتالي صعب ان عمار حمدي ايضا يكون متواجد في مران الغد، لكن ممكن ان شاء الله باذن الله الاثنين يكونوا جاهزين مع اوائل التدريبات هناك في اسبانيا. ده هيكون على حسب التقرير الطبي وعلى حسب الفحص الطبي ومدى امكانيه مشاركتهم في التدريبات الجماعيه مع النادي الاهلي في اسبانيا. باذن الله الامور كلها تمشي بشكل جيد، باذن الله المصابين كلهم يكونوا جاهزين، عشان هي مرحله مهمه لكل لاعب. هي مهمه طبعا في المجمل النادي الاهلي، لكن كل واحد عايز يثبت نفسه ويثبت احقيته بالتواجد في النادي الاهلي من خلال معسكر مهم جدا جدا زي ده. في المقابل كريم نيدفيد بيواصل تنفيذ البرنامج التاهيلي بعد جراحه الغضروف الركبه. احنا عارفين ان نيدفيد كان عنده جراحه في غضروف الركبه يعني في وقت سابق، وعمل العمليه هناك في المانيا، وبالتالي بيتعافى من هذه الاصابه من خلال بعض التدريبات العلاجيه وبعض التدريبات التاهيليه. هيكون متواجد كمان مع النادي الاهلي في معسكر اسبانيا، وهيواصل برنامجه التاهيلي هناك في اسبانيا، ووقت ما هيكون جاهز هينضم للتدريبات الجماعيه بشكل طبيعي جدا مع الفريق. واحد نجوم النادي الاهلي كريم نيدفيد، وعنصر هام جدا ان شاء الله باذن الله في تشكيله النادي الاهلي للموسم الجديد. طيب ده كل ما يخص النادي الاهلي واخر اخبار النادي الاهلي. ايه كل التوفيق طبعا وكل الدعوات للنادي الاهلي بموسم ناجح الموسم القادم، موسم مليء ان شاء الله بالانجازات، بالمباريات الجيده، النتائج الجيده، الاداء كمان الجيد، خصوصا في ظل الفتره الحاليه اللي هيستفيد منها جدا جدا لاعبي النادي الاهلي، وهيستفيد منها جدا جدا مستر مارتين لاسارتي المدير الفني للنادي الاهلي. ده فيما يتعلق بالنادي الاهلي. فيما يتعلق بالمنتخب، تمام؟ ركز معايا، اوكي؟ ركز معايا، انت بالذات عشان انا عارفك بتدور على اي غلط كده وبتدور على اي اخطاء وكلام غريب شويه، لكن المهم امبارح اتكلمنا ودافعنا عن محمد صلاح وعن منتخب مصر، واحنا عند موقفنا. محمد صلاح نجم كبير جدا جدا من نجوم منتخب مصر، مش بس منتخب مصر، نجم كبير جدا من نجوم ليفربول الانجليزي، تمام؟ احد ابرز النجوم على مستوى العالم في الفتره الحاليه في اخر سنتين بالتحديد. وارد اي انسان يغلط، وارد محمد صلاح يغلط، لكن الاهم انك تختار التوقيت المناسب اللي انت تنتقد فيه اللاعب، سواء هو محمد صلاح او غير محمد صلاح. التوقيت، شوف التوقيت المناسب امتى وانتقد. طيب عايز تنتقد اداء محمد صلاح، انتقد عادي جدا اداء محمد صلاح، انتقد عادي جدا اداء منتخب مصر، ولو احنا ما انتقدناش اداء منتخب مصر خلال الثلاث مباريات اللي فاتوا ما نبقاش منطقيين خالص، ودايما لازم نبقى منطقيين بشكل كبير جدا مع الجمهور بشكل عام، بشكل عام. فبالتالي محمد صلاح لو غلط في حاجه معينه ممكن يتحاسب عليها، ممكن ينتقد عليها، مفيش حد فوق الانتقاد اطلاقا. اي حد ممكن ان هو ينتقد عادي جدا جدا، لكن دايما دايما بص للمصلحة العليا. إيه الهدف الأساسي للبلد دلوقتي؟ إيه محمد صلاح لاعب، ومش لاعب بس، ده لاعب مؤثر في صفوف منتخب مصر الفترة الحالية في بطولة الأمم الأفريقية اللي على أرضنا واللي وسط جمهورنا، لاعب مهم جدا جدا، أبرز لاعبي البطولة بشكل عام بقى، أنا مش هتكلم عن منتخب مصر بس. فهل من مصلحتنا إحنا بقى كمصريين وخايفين على فرقة منتخبنا الوطني وخايفين على لعيبه المنتخب في فتره زي دي ان احنا ننتقد سواء محمد صلاح او غير محمد صلاح؟ هتقول لي ما هو في مواقف ومحمد صلاح خد موقف مع لعيب معين. يا سيدي دي حاجه تتعلق بمين؟ بالمسؤولين عن منتخب مصر. خدوا قرار، بعد كده خدوا قرار تاني، هم حريين. وقت الحساب هيجي امتى؟ امتى بس وقت الحساب ده؟ مع اخر مباراه للمنتخب في البطوله، مع اخر مباراه للمنتخب في البطوله. نتمناها يا رب تكون المباراه النهائيه ويكون المنتخب خارج بكاس افريقيا من الملعب، وبرضه هننتقد لو في سلبيات على مدار الفترة اللي فاتت دي هننتقدها، بما فيهم لو محمد صلاح نفسه غلط في حاجة هننتقده، لكن الأهم إن أنت تشوف التوقيت إمتى لتنتقد فيه. لما تيجي تنتقد دلوقتي اللعيب ده هيلعب إزاي في الملعب؟ لما كل الناس كده والسوشيال ميديا والناس عمالة تخبط في محمد صلاح ويجيبوا فيديوهات قديمة ليه جدا، تمام؟ وعشان هو بيتكلم إنجليزي وبتاع، عادي جدا يعني، إيه المشكلة؟ إيه المشكلة؟
لما تجيب دلوقتي كلام على محمد صلاح من فتره، يبقى انت عايز ايه؟ ايه هدفك؟ انت ايه هدفك؟ ولا هو الدفاع عن محمد صلاح ومنتخب مصر دلوقتي بقى جريمه؟ دلوقتي بقت جريمه ان احنا ندافع عن منتخب مصر وندافع عن محمد صلاح؟ هل ده منطقي؟ حاجه طبيعيه جدا، حاجه طبيعيه جدا. انت منتمي لبلدك، منتمي لبلدك، انتمائك الاول لازم تساند بلدك. مؤسسه النادي الاهلي بتساند بلدها، مؤسسه نادي الزمالك بتساند بلدها، اي مؤسسه في مصر لازم تساند بلدها، ولازم تساند منتخبنا الوطني، وهنفضل نساند منتخبنا الوطني. هنفضل نساند منتخبنا الوطني، وهنفضل نساند لعيبه منتخب مصر. محمد صلاح غير محمد صلاح، اي حد هيلبس التيشيرت وينزل مع ال 11 لعيب في الملعب في اي مباراه جايه هنقف في ظهره وهنشجعه. ليه؟ لان ببساطه البطوله لما هتاخدها او ياخدها منتخب مصر هيبقى فيه نفع كبير جدا جدا على البلد بشكل كامل. اولا تنظيم البطوله ده عاد بالنفع بشكل يعني كبير جدا على مصر بشكل عام في كل المجالات، اقتصاديا اجتماعيا في كل حاجه، في كل حاجه. واصبر اصبر كمان لما البطوله تخلص هتشوف النفع ده عاد على البلد ازاي. ده رقم واحد. فيما يتعلق بالشق الفني وبالتحديد فيما يخص منتخب مصر، لما مصر تاخد البطوله وكالات الانباء العالميه هتتكلم عن منتخب مصر ازاي؟ هتتكلم عن منتخب مصر ازاي؟ مش بشكل ايجابي؟ السمعه بتاعت مصر تبقى افضل واحسن، خصوصا في ظل التنظيم الرائع حتى الان. ولو في اي سلبيه بنقولها على فكره، لو في اي سلبيه بنقولها. اهم حاجه ان احنا بنختار التوقيت الكويس، بنختار التوقيت اللي ينفع تنتقد فيه. لكن انا ما بقاش بطل لو دلوقتي طلعت قعدت اقطع في محمد صلاح، مش هي دي البطوله خالص. كده انت مش بطل. كده انت ليك اهداف تانيه، معرفش ايه هي. ايا كان مين بقى. دي كده انت ليك اهداف تانيه. البطوله انك تقف في الوقت الصعب مع منتخب مصر. اداء منتخب مصر انتقدناه كتير جدا وقطعنا كتير جدا في اليوم التاني على طول، مش بتكلم علينا احنا بس، الاعلام بشكل عام. الاعلام المنطقي اللي عايز يحلل الامور بمنطقيه. تاني يوم من اي مباراه حتى لو بتكسب بيبقى في انتقاد، بس بعد كده مباراه وخلصت. مباراه وخلصت بتفكر في اللي جاي. ما بالك بقى دي مرحله وخلصت بسلبياتها وايجابياتها. وجايه على مرحله اقصائيه. يعني تخسر لا قدر الله تخرج بره. باذن الله تكسب تصعد للدور اللي بعده. هل مش دورنا المسانده؟ هل مش دورنا الدعم؟ مش ده واجبنا وواجب كل المصريين؟ لو مختلف معايا انا بحترم كل اراء الناس، كل اراء، احنا كلنا بنحترم اراء اي حد، وكل واحد ليه رايه وهو حر فيه. بس في نفس الوقت المنطقيه خليها دايما قدامك. ومصلحه البلد اهم من اي شيء. مصلحه منتخبنا الوطني اهم من اي شيء. تمام؟ لازم تساند منتخب مصر. لازم تقف ورا لعيبه منتخب مصر. لازم ما تتصيدش الاخطاء وخلاص. ولسه عند كلمتي، لسه عند كلمتي. شوف المثل الناجح وحاول تعمل زيه. محمد صلاح لعيب عالمي. تاني وارد انه يغلط، ولما يغلط هيتحاسب وهيبقى في انتقاد ليه، طبيعي. لكن ده مثل كبير جدا لمصر. اعيد على حضراتكم تاني انجازات محمد صلاح عشان ممكن يكون البعض بينساها. محمد صلاح خد دوري ابطال اوروبا، تمام؟ محمد صلاح جاب هدف في نهائي دوري ابطال اوروبا. محمد صلاح وصل مع ليفربول في اول مره في تاريخهم، ل 97 نقطه في بطوله الدوري الانجليزي. طلعوا التاني فرق نقطه على مانشستر سيتي. محمد صلاح هداف الدوري الانجليزي مرتين ورا بعض. اوكي؟ محمد صلاح احسن لعيب في افريقيا مرتين ورا بعض. هو ده محمد صلاح. هو ده اللي رافع راس المصريين. مش عشان انا ابقى عملت حاجه معينه او حاجه مختلفه عن الناس كلها والناس تقعد تتكلم عني يبقى اعمل عكس المنطقي. لا، مش دي المقاييس، مش هو ده الصح. تمام؟ فاهم حاجه؟ اهم حاجه تشوف بلدك تشتغل على ايه الفتره دي. تمام؟ شوف منتخبك اللي بيمر بظروف من ناحيه الاداء بالتحديد صعبه شويه محتاجك قد ايه كفرد مصري. منتخبك محتاجك ازاي بدعمك ومؤازرتك، سواء هتبقى في الملعب بتشجع او في التلفزيون بتتفرج. تمام؟ دعواتك هتفرق. دي حاجه. تاني حاجه، احنا واثقين كل الثقه في منتخبنا الوطني المصري ان هيكون اداؤه افضل من كده بكتير في دور ال 16، بدايه من دور ال 16، وهتبقى خطوه كبيره جدا، لان الادوار الحاسمه دي هيبان بقى شخصيه اللعيبه، واحنا عندنا لاعبين بشخصيه كبيره جدا. ادائهم سيء الثلاث مباريات انسى بقى، خلصت.
خلاص التلات مباريات خلصوا، احنا داخلين بقى على دور 16 مباراه جنوب افريقيا. عندك قوام قوي من اللاعبين، عندك لاعبين عندهم شخصيات قويه جدا في الملعب وامكانيات وقدرات كبيره جدا. محتاجين ايه؟ محتاجين المسانده والدعم، وده دورنا كلنا كمصريين. نفسنا ان بلدنا تاخد بطوله الامم الافريقيه. في حاجه غلط في كده؟ ما اعتقدش ان في اي حاجه غلط في كده. فنتمنى كل التوفيق لمنتخبنا الوطني المصري، وان شاء الله باذن الله باذن الله المرحله الجايه باذن الله هنفرح جدا جدا يا رب بفوز منتخب مصر ببطوله الامم الافريقيه يوم 19 ان شاء الله باذن الله من هذا الشهر الجاري. ماشي، نروح نشوف اهم اخبار الكام في الصحف ايه. يلا بينا. الاهرام: المنتخب يذاكر جنوب افريقيا خلف الابواب المغلقه، اجيري يطالب اللاعبين بقبول التحدي ويحذر من الاستهانه بالمنافس. مجله الاهلي: وبدا الجد في امم افريقيا بلقاءات دور ال 16، منتخبنا الكبير يتحدى اولاد جنوب افريقيا السبت. الاخبار: القبض على الاولاد في المئويه، أجيري يضع خطته ويفتح سيديهات جنوب إفريقيا، ولهيطة يشيد بنجوم الفراعنة. الأخبار المسائي: نيو لوك الفراعنة، أجيري يضع يده على أزمات المنتخب ويحذر من الاستهتار. اليوم السابع: كوكا يجبر أجيري على تغيير خطة الفراعنة أمام جنوب إفريقيا، ثلاث فيديوهات تجهز المنتخب لمواجهة الأولاد، أبو ريدة يحذر اللاعبين من المفاجآت، وردة بديل ثالث في موقعة السبت المرتقبة. الجمهورية: بعد 28 يوم في المعسكر، أجيري يحارب الملل، المدير الفني يشيد بالحالة البدنية ويصحح أخطاء الدفاع. الشروق: أجيري يعالج الأخطاء الدفاعية للمنتخب قبل مواجهة جنوب أفريقيا في دور ال 16. المساء: منتخبنا تدرب على ركلات الترجيح، محمد وأحمد الشناوي يتألقان، وجرعات تدريبية مكثفة لكل اللاعبين. الأخبار المسائي: وزير الرياضة للاعبين: ننتظر المزيد. الأهرام: أضغاث الأحلام تراود جنوب إفريقيا قبل لقاء السبت، البافانا بافانا يستدعي ذكرى البرتغال في يورو 2016 ويقول: لماذا لا نكرر نفس السيناريو. المساء: باكستر مدرب جنوب إفريقيا يعلن التحدي، مواجهة الفراعنة تجري في أجواء صعبة، اللقاء تحدي كبير للبافانا، الفوز ممكن في استاد القاهرة، ربنا يستر. كلام كتير عن منتخب مصر، كلام كله تحفيزي، كله تحفيزي من الجرايد المصرية، وكله في جانب أيضا من التحذير خوفا على منتخب مصر، بيحذروا المنتخب من بعض النقاط السلبية، وده دور النقد البناء، إنك تنتقد تقول يا جماعة خلوا بالكم في هنا سلبية، خلوا بالكم منها عشان إن شاء الله ربنا يكرمنا ونكسب. هو ده دور الصحافة، هو ده دور الإعلام المصري. تمام؟ نبتدي بالأهرام. بتقول إيه؟ المنتخب يذاكر جنوب أفريقيا خلف الأبواب المغلقة، أجيري يطالب اللاعبين بقبول التحدي ويحذر من الاستهانة بالمنافس. حلو قوي حتة إن هو يحذر بالاستهانة بالمنافس. ليه بقى؟ لأن جنوب أفريقيا فعلاً عملوا مستوى حتى الآن في البطولة سيء. سيء فعلاً، نتائج ومستوى. هم صعدوا كأفضل توالد بثلاث نقط بس. ثلاث نقط. خسروا ماتشين وكسبوا مباراة بالعافية. فممكن يكون ده يديك انت ايه اريحيه شويه كلاعب في منتخب مصر كعضو في الجهاز الفني، ان لا المواجهه دي هتبقى سهله، المواجهه دي حتى لو احنا وحشين هنكسب. لا، يبقى تفكير خاطئ جدا جدا. لازم تركز جدا كلاعب وكمدير فني وكجهاز فني، وتحاول انك ايه، انك يكون هدفك من خلال المباراه دي ارسال رساله جديده لكل المشاركين في البطوله لل 16 منتخب اللي هيصعد منهم لدور الثمانية، ان انت عينك على اللقب، مش عشان بس بتلعب في ارضك وسط جمهورك، لا، عشان انت تستحق، عشان انت عندك قدرات قوية، وعشان انت امكانياتك كبيرة،
وعشان انت ادائك كويس، وده اللي احنا مستنيينه في مباراه دور ال 16. وعندنا امال كبيره جدا من المنتخب المصري، جهاز لاعبين، ان هم هيمتعوا الجماهير بدايه من دور ال 16. ده باذن الله اللي هيحصل. تمام. فاجري كمان كلامه مع اللاعبين كلام تحفيزي، وبيقول لهم عايزين نقبل التحدي، وعايزين نثبت ان احنا منتخب كبير، واحنا ان شاء الله متفائلين بيكم، وكلنا باذن الله من دعمكم لاعب وجهاز فني بالكامل ومنتخب مصر بالكامل، واي مسؤول عن منتخب مصر، اي مسؤول عن منتخب مصر الفتره دي لغايه يوم 19 احنا في ظهره. نروح لمجله الاهلي. مجله الاهلي اللي بتتكلم على ايه؟ بتقول بدا الجد في امم افريقيا بلقاءات دور 16. منتخبنا الكبير، دي مجله ايه؟ مجله الاهلي. تمام. بتقول منتخبنا الكبير يتحدى اولاد جنوب افريقيا يوم السبت. تمام. ففعلا منتخبنا كبير، منتخبنا قوي برضه، عشان نبقى منطقيين، تاني وثالث وعاشر ادائنا كان وحش قوي، بس لما مجله الاهلي مثلا كاتبه منتخبنا كبير، يبقى ده عنوان بدوره بيرفع من الروح المعنويه لمنتخب مصر قبل مرحله مهمه جدا الفتره اللي جايه. ان شاء الله كل التوفيق للمنتخب، وعنوان كان مهم جدا من مجله النادي الاهلي. تمام. نروح للاخبار. الاخبار بتتكلم عن ايه؟ بتقول بدا لا ده لسه مجله الاهلي. نروح للاخبار. الاخبار بتقول القبض على الاولاد في المئويه، أجير يضع خطته ويفتح سيدهات جنوب افريقيا، والهيطه يشيد بنجوم الفراعنه. حلو قوي ان هو يفتح سيدهات جنوب افريقيا. هيفتح سيدهات جنوب افريقيا، هو الراجل هيجيب الثلاث مباريات اللي لعبتهم جنوب افريقيا في البطوله حتى الان في الدور الاول. مهم قوي بقى، ومطلوب مستر اجيري بقى هنا ايه؟ مطلوب ايه؟ انك يا مستر اجيري بعد اذن حضرتك، بعد اذن حضرتك ركز تمام في اسلوب لعب جنوب افريقيا. مش عايزين نلاقي تصريح زي اللي اتقال بعد مباراه اوغندا. ايه هو؟ لما حضرتك طلعت وقلت تمام انا فوجئت بمنتخب اوغندا بقوته في الملعب. ما ينفعش التصريح ده يخرج من مدير فني كبير اطلاقا اطلاقا. فعشان تتفادى هذا التصريح لازم تدرس منتخب جنوب افريقيا بشكل مناسب تمام، عشان تلعب على نقاط القوه والضعف بتاعتهم، تقفل نقاط القوه عندهم وتستغل نقاط الضعف عندهم. ده هيجي ازاي؟ من خلال دراستك ومذاكرتك بشكل كامل لفريق جنوب افريقيا من خلال الثلاث مباريات السابقين لهذا المنتخب. طيب الاخبار المسائي. نيو لوك الفراعنه، اجيري يضع يده على ازمات المنتخب ويحذر من الاستهتار. يعني عناوين كلها متشابهه زي ما قلت لحضراتكم، وعناوين كلها بدورها بتحفز المنتخب وبتحذر المنتخب من بعض السلبيات والعيوب في منتخبنا الوطني المصري. مهم قوي ان مستر اجيري فعلا يحط ايده على السلبيات ويحاول يعالجها، وهو هنا بقى بيبان قدرات المدير الفني. المدير الفني اللي لعب اهو ثلاث مباريات رسميه في البطوله حتى الان، هو عارف اكيد العيوب والاخطاء فين، وعندك كم يوم حلوين قبل دور ال 16 تقدر من خلالهم ان انت تعالج وتصحح الامور. هتبان بقى قدرات المدير الفني في نجاحه او مدى نجاحه في معالجه هذه الامور، وان شاء الله باذن الله يقدر يعالج عشان ان شاء الله الهدف يتحقق. اليوم السابع، وده خبر مهم، بتقول ان كوكا يجبر اجيري على تغيير خطه الفراعنه امام جنوب افريقيا. ثلاث فيديوهات تجهز الفراعنه، وده اتكلمنا فيه، وابو ريده بيحذر اللاعبين من المفاجات، وده مهم قوي. ووردة بديل ثالث في موقعة يوم السبت. هناخد اول جزء من العنوان واخر جزء من العنوان. اول جزء من العنوان هو خاص بان كوكا يجبر اجيري على تغيير خطه الفراعنه امام جنوب افريقيا. الكلام في ايه او المكتوب في المتن مثلا ايه بالنسبه لجريده اليوم السابع؟ ان مستر اجيري بعد اصابه احمد حسن كوكا، وفي حاله خروج مروان محسن من المباراه القادمه مثلا لا قدر الله للاصابه، فكر فني، هيبقى البديل مين؟ لا مش احمد علي، هيبقى محمد صلاح. ده كلام او التفكير على حسب اليوم السابع كاتبينه، ان محمد صلاح هيتم استخدامه كمهاجم في خط هجوم منتخب مصر في حاله عدم تواجد مروان محسن في ارضيه الملعب. طب احمد علي فين؟ ما ده سؤال برضه. ما احمد علي ده يا جماعه مهاجم مميز. ما احمد علي ده يا جماعه انتوا اخترتوه في المنتخب. انتوا خدتوا احمد علي في المنتخب، ليه؟ عشان هو هداف الدوري، وعشان هو فعلا عامل موسم رائع بصراحه، عامل موسم كويس قوي. فلو الكلام ده او الخبر ده صح تبقى حاجه غريبه. يبقى انت واخد اللعيب علشان هو بس هداف، لكن انت عارف انك مش هتستفاد منه، تبقى دي برضه حاجه غريبه وحاجه سلبيه كبيره جدا في منتخب مصر. فلازم برضه ان مستر اجيري يخلي باله من الجزئيه دي. ايا كان مين اللي يلعب، احنا مش فارق معانا بصراحه، احنا الفارق معانا البطوله من الاخر، احنا عايزين البطوله. تلاعب بالشناوي مهاجم، ما عندنا، اعمل اللي انت عايزه، المهم تجيب لها البطوله. لكن في نفس الوقت
في تساؤلات لازم نسألها، خصوصا في ظل الخبر ده. في احمد علي كويس ممكن يشارك، دفعة معنوية وحافز كبير قوي وفرصة بالنسبة له كبيرة. ما كانش يحلم احمد علي من الاخر كده ان هو يكون متواجد في منتخب مصر الفترة دي، لكن هو عمل مجهود واستحق على المجهود ده انه يكون متواجد في منتخب مصر. فبالتالي لو انت احتاجته شغل الراجل، احتاجته شغل الراجل، ممكن يجيب لنا اهداف، ممكن يبقى كويس يعني باذن الله. هو عنده قدرات كويسه. بقيت العنوان بقى والجزء الاخير من العنوان وبالتحديد فيما يتعلق بعمرو ورده وان هو بديل ثالث في موقعه السبت المرتقبه. الموضوع مش متعلق ان هو بديل ثالث خالص، عمرو ورده اول بديل في منتخب مصر هو وليد سليمان. لما تيجي كده تفكر انت كمشجع او كمتابع للمباريات هتلاقي ايه؟ هتلاقي ان لو انت عايز تعمل تغيير مثلا، لو انت مكان اجيري هتلعب مين عندك وعايز طبعا تكسب او عايز تغير شكل الماتش؟ ما عندكش غير، مع احترامنا كل عناصر منتخب مصر، اللي يصنعوا الفارق عمرو ورده بصراحه بامكانياته كلاعب كره قدم ووليد سليمان. فبالتالي هم دول التغييرين، مش تغيير ثالث خالص. عمرو ورده خلاص اصبح متاح بالنسبه لمنتخب مصر، فوارد جدا تلاقي تغيير اول يعني، وارد جدا الراجل يبتدي بيه، دي رؤيته الفنيه، هو حر، وارد جدا ان هو يبتدي بعمرو ورده، لكن هو مش مصنف كتبديل ثالث يعني خالص، كله بيرجع للمدير الفني، هو المدير الفني هو اللي ادرى بشكل كبير جدا بمصلحه الفريق او المنتخب اللي هو بيقوده. طيب الجمهوريه بعد 28 يوم في المعسكر اجيري يحارب الملل، وده شيء مهم على فكره، مدير فني يشيد بالحاله البدنيه ويصحح اخطاء الدفاع. كويس قوي حته الحاله البدنيه دي، احنا عايزين نركز عليها بصراحه، لان المنتخب بمنتهى الصراحه والامانه بدنيا بيقع في الشوط الثاني، والكلام ده احنا اتكلمنا فيه كتير، فان انت تشتغل على الجزئيه دي ده شيء مهم، وخصوصا بعد ضم عنصر بدني وهو مدرب احمال بدنيه لمنتخب مصر في فتره المعسكر الحاليه، مدرب الماني، فبالتالي اكيد هيفرق معانا ان شاء الله خلال المباريات الجايه، تصحيح اخطاء الدفاع حتى لو ما دخلش فيك اي هدف على مدار البطوله حتى الان، الحمد لله ما شاء الله باذن الله، كمان يكون التوفيق حليفنا في اللي جاي. فبالتالي برضو في اخطاء دفاعيه، كويس قوي ان الجهاز الفني واخد باله وحاول يعالج هذه الاخطاء. الشروق بتقول ايه؟ نفس الكلام، اجيري بيعالج الاخطاء الدفاعيه المنتخب قبل مواجهه جنوب افريقيا في دور ال 16، وهاني رمزي اللاعبون عازمون على تقديم المزيد في المباريات المقبله. نفس الكلام، وان شاء الله باذن الله يكونوا موفقين في معالجه كل الاخطاء. المسا، منتخبنا اتمرن على ركلات الترجيح، ومحمد واحمد الشناوي بيتالقوا، اثنين حراس كبار طبعا، ومحمد الشناوي نجم البطوله بصراحه حتى الان، او افضل حارس يعني في البطوله، وده طبقا طبعا للجنه المنظمه واللي اعلنت عنه، وجرعات تدريبيه مكثفه لكل اللاعبين، ويعني كلهم او الجهاز الفني منتخب وكله بيستعد بمنتهى القوه ومنتهى الحماس عشان ان شاء الله يغيروا الصوره من حيث الاداء بالتحديد ويستمروا في هذه النتائج الجيده في الدور الاول. التدريب على ركلات الترجيح مهم قوي قوي قوي، لان ده ممكن يكون سلاح يصعدك للادوار المقبله لا قدر الله، لو لجأنا لضربات الترجيح هيبقى عصامنا طبعا بايظه خالص للاسف ساعتها يعني، بس ايا كان ان شاء الله باذن الله، حتى لو وصلنا لركلات الترجيح رجالتنا باذن الله باذن الله يقدروا يتخطوا هذه الجزئيه. وزير الشباب والرياضه من الاخبار المسائي بيقول للاعبين ننتظر المزيد، وده دور مسؤول كبير في الدوله ان هو يتكلم مع اللاعبين ويجتمع مع اللاعبين والجهاز الفني والمسؤولين عن المنتخب وقال لهم يا جماعه احنا عايزين اكتر من كده، يا جماعه احنا كسبنا مباريات بس الاداء مقلق شويه. وفعلا بصراحه الاداء مش ما يطمنش، الاداء ما يطمنش، لكن في نفس الوقت حفز الناس باذن الله هم هيكونوا عند حسن الظن، زي ما وزير الشباب والرياضه كده اتكلم معاهم وقال لهم ان احنا مستنيين المزيد منكم ان شاء الله باذن الله. الاهرام بقى، وده خبر او عنوان مهم قوي، بتقول ايه؟ بتقول اضغاث الاحلام تراود جنوب افريقيا قبل لقاء السبت، بافانا يستدعي ذكرى البرتغال في يورو 2016، وبيقولوا ايه؟ لماذا لا نكرر نفس السيناريو لا قدر الله؟ السيناريو ايه؟ لو كله حضراتكم اكيد كلكم فاكرين وحضراتكم اكيد متابعين كل البطولات على مستوى العالم، 2016 البرتغال كسبت اليورو تمام؟ بطولة الأمم الأوروبية، ازاي؟ في مجموعتها صعدت من أفضل توالد في البطولة في المجاميع في الدور الأول، البرتغال صعدت من أفضل توالد، والكل كان بيقول البرتغال عمرها ما هتكمل في البطولة. البرتغال كملت البطولة في النهائي لغاية النهائي وكسبت فرنسا على ملعبها 1-0 وخدت البطولة.
فده درس لازم ناخد بالنا منه، ان ما نستهينش منتخب جنوب افريقيا. اه طلع الثالث على مرمى المعطى، لكن في نفس الوقت المباريات الاقصائيه بتبقى حساباتها مختلفه والدوافع بتبقى مختلفه عن كل عند كل اللاعبين وكل المنتخبات. فدي برده جزئيه مهمه قوي. وجريده الاهرام في الحقيقه بيركزوا على امور مميزه جدا، وبيقولوا ان جنوب افريقيا بيحلموا ان هم يحققوا نفس الانجاز. ربنا يستر ان شاء الله ما يكونوش موافقين في كده اطلاقا، وعندنا منتخب قوي باذن الله قادر ان هو يتخطى هذه العقبه، لان لسه منتظرنا عقبات اقوى من كده بكتير ان شاء الله مع الادوار المتتاليه في بطوله الامم الافريقيه، سواء دور الثمانيه او دور نصف النهائي او النهائي باذن الله وحدها. المسا بتتكلم عن ايه؟ باكستر مدرب جنوب افريقيا يعلن التحدي. مواجهه الفراعنه تجرى في اجواء صعبه، اللقاء تحدي كبير لبافانا، الفوز ممكن في استاد القاهره. التصريحات كلها بيتحدى فيها المنتخب الوطني المصري، بيلعب على الجانب النفسي شويه، ودي بتبقى مدارس على فكره. في مدربين كتير جدا بيلجأوا للجانب النفسي في المواجهات وفي المباريات المرتقبه. المباراه بس ما تبقاش 90 دقيقه، واحنا كلنا متعودين على الكلام ده في افريقيا، واحنا بنشجع النادي الاهلي كده وبنتفرج على النادي الاهلي في اي بطوله، في اي ماتش في بطوله دوري ابطال افريقيا، وتلاقي دايما تصريحات من شمال افريقيا بالتحديد او من جنوب افريقيا كمان بالتحديد. وشفنا موسيماني اللي هو المدير الفني لسان داونز كان بيتكلم ازاي في قبل كل مباراه بين الاهلي وسان داونز، تبقى تصريحات نفسيه مهمه قوي، تبقاش 90 دقيقه بس المباراه في ارض الملعب، بيبقى في تصريحات. التصريحات دي بدورها ان هي تاثر نفسيا على الفريق ده وتشجع الفريق ده. فالواضح ان الراجل ده واخد نفس النهج واخد نفس المدرسه، لكن ان شاء الله يكون التركيز مش على التصريحات. منتخب مصر لازم ان هو يقفل على نفسه، يقفل على نفسه، ما يركزش في اي كلام بيتقال بشكل عام، يحاولوا يعني. لا طبيعي جدا اللاعبين بيطلعوا الاوضه، طبيعي جدا بيمسكوا الموبايل ويقعدوا يقلبوا يشوفوا الاخبار ايه وتقال ايه وما تقالش، ده طبيعي، ده طبيعي ومش هتقدر تمنع الجزئيه دي. لكن كل ما انت تركز وتبقى عارف هدفك كويس قوي وتسيبك من كلام اي حد بيقوله، تمام، هتنجح وهتوصل للي انت عايزه. فاحنا هدفنا ايه؟ ان المنتخب يوصل للي احنا كلنا عايزينه، وهو الفوز باللقب. فما نركزش خالص في تصريحات المدير الفني لجنوب افريقيا. دي كانت اخبار الكان في الصحف. اخبار الكان في المواقع ايه؟ خلينا نروح نشوف. الشروق، أجيري الفوز بأمم أفريقيا سيمنح صلاح الكرة الذهبية. كرة، هاني رمزي، البطولات تحسم بالنتائج وليس بالأداء الجميل. فيتو، دروس خصوصية لحل أزمة العقم الهجومي للمنتخب أمام جنوب أفريقيا. اليوم السابع، مصر وجنوب أفريقيا، ماذا فعل الفراعنة مع الأولاد قبل كان 2019؟ الفجر الرياضي، رينارد يحذر مصر من جنوب أفريقيا. البوابة سبورت، الأندية الأوروبية تراقب نجوم الفراعنة. يلا كورة، غزال، تريزيجيه كان يستحق التواجد في تشكيل الأفضل بدور المجموعات. في الجول، عامر حسين، أربع رؤساء يحضرون مباريات بلادهم في الإسكندرية. بوابة الأهرام، نور الدين وأبو السادات وأحمد حسام طه يغادرون أمم أفريقيا 2019. بوابة أخبار اليوم، الغردقة تستضيف حفل جوائز الكاف العام المقبل. صدى البلد، رينارد يجب أن نفوز على بنين ومصر قدمت بطولة ممتازة. صدى البلد، بوسوفا يخشى مفاجآت بنين ويتغزل في ملاعب أمم أفريقيا 2019. الشروق، دي صبر، نمتلك الأفضلية أمام السنغال ولا نخشى أحد. الوطن سبورت، حارس أوغندا، أغلقنا ملف الانسحاب ونسعى للظهور بشكل قوي أمام السنغال. الهداف الجزائرية، الكاف تختار نجم الخضر أفضل لاعب في دور المجموعات. الشباك الجزائرية، صافرة جزائرية لمباراة السنغال وأوغندا. المنتخب المغربية، الأحمدي قد يغيب عن مباراة بنين. الصباح التونسية، المنتخب التونسي ينطلق في تحضيراته للقاء غانا مساء اليوم.
الصريح التونسية: الجريء يخطط لإقالة جراس قبل مواجهة غانا. طيب نبتدي بالشروق. الشروق بتقول إن أجيري قال تصريح مهم قوي. قال لك إيه؟ الفوز بأمم أفريقيا سيمنح صلاح الكرة الذهبية. يا رب نتمنى إن إحنا نفوز ببطولة الأمم الأفريقية، عشان دي حاجة لينا إحنا كمصريين نفسنا فيها، نفرح، عايزين نفرح. إن شاء الله الشعب كله عايز يفرح، بإذن الله يحصل. ونفس الكلام بالنسبة لمحمد صلاح، فرصته بقت كبيرة بإذن الله. لو كسبنا بطولة الأمم الأفريقية السنة دي هيبقى عنده بطولة الأمم الأفريقية خدها، وهيبقى عنده هداف الدوري الإنجليزي، وهيبقى عنده الشامبيونز ليج خده، ولسه عنده كمان السوبر الأوروبي، وعنده السوبر الإنجليزي، وعنده كأس العالم للأندية. كلها تحديات مهمة قوي لنجم كبير، نجم مصري كبير بيحلم وبيطمح ان هو ياخد احسن لعيب في العالم، واحنا بنحلم معاه وبنسنده عشان يحقق لنا الحلم ده اللي احنا عمرنا ما كنا نتوقعه. فمستر أجيري نفسه بيقول ايه؟ بيقول ان احنا نتمنى ان احنا كمان ناخد بطولة الأمم الأفريقية عشان محمد صلاح ياخد احسن لعيب في العالم. خلينا نتخيل ان شاء الله، نتمنى باذن الله. كورة، تصريح مهم للكابتن هاني رمزي: البطولات تحسم بالنتائج وليس بالاداء الجميل. حلو قوي، كويس جدا، المهم النتائج ماشي، بس في نفس الوقت الاعلام المصري او اي منتقد، اي فرد، اي مواطن مصري حقه ان ينتقد الاداء يا كابتن هاني، لانه خايف على مصلحه المنتخب. فبالتالي بيقول السلبيات عشان حضراتكم تعالجوها بس، مش اكتر. معاك النتائج طبعا، في الاخر بيتنسي الموضوع الاداء ده فعلا، لما بتاخد البطوله بيتنسي الاداء خالص، بس لو ما خدتش البطوله الاداء مش هيتنسي اصلا. هتفضل تقول ايه؟ احنا ما كناش بطوله، احنا ادائنا كان وحش جدا، كنا سيئين، ما نستحقش هذا اللقب. فعشان كده بنتكلم بس في حته الاداء، لكن برضو انتوا اللي في القصه، انتوا اللي عايشين مع اللعيبه، وانتوا اللي عندكم القرارات النهائيه بخصوص المنتخب والتشكيل وطريقه اللعب والاداء وكلام من ده. ايا كان احنا عايزين اللقب ماشي، كويس ان حضرتك قلت كده، احنا عايزين بقى اللقب، مش مهم الاداء ماشي، مع اننا عايزين نطمن شويه بصراحه، وعايزين نحس ان احنا نستحق البطوله، لكن في ايا كان في النهايه احنا عايزين اللقب. فان شاء الله نتمنى كل التوفيق لمنتخب مصر. فيتو: دروس خصوصيه لحل ازمه العقم الهجومي لمنتخب مصر امام جنوب افريقيا. هو مفيش عقم هجومي، يعني احنا مثلا في 3 مباريات جايبين ايه؟ 5 اهداف، يعني نسبه كويسه. نتكلم في ايه؟ ان الاهداف بتاعتك جايه بمهارات فرديه، ودي حقيقه. الخمس اهداف اللي جابتهم مصر حتى الان في بطوله الامم الافريقيه جايه بشكل فردي او عن طريق مهارات اللاعبين. مفيش غير هدف وحيد بس، الهدف الثاني في اوغندا هدف ملعوب، وبالتحديد الهدف ده هو الهدف اللي احنا، او الطريقه اللي جت بيها الهدف هي دي الطريقه اللي احنا كنا معتقدين ان مستر أجيري هيلعب بيها. واضح ان هو غير اسلوبه شويه في الفكر او طريقه اللعب اللي يخوض بيها بطوله الامم الافريقيه، لكن الهدف الثاني في اوغندا حسينا ان ده الهدف الوحيد اللي ملعوب. لكن فيما عدا ذلك، هدف من ضربه ثابته لصلاح، هدف من مجهود فردي لتريزيجيه، هدف مجهود فردي لتريزيجيه رائع جدا اداه لصلاح، جاب جون، هدفين للمحمدي منهم هدف اللي عمله ايمن اشرف، والهدف المحمدي الثاني كان عرضيه نزلت قدام رجله حطها في البعيده، الحمد لله ان هي جت. فما عندناش عقم هجومي او ما عندناش تقصير شويه في الاهداف، لا عندنا اهداف، بس العقم الهجومي دي جزئيه مهمه قوي لازم نركز عليها، لازم نعرف ازاي نوصل مروان محسن المظلوم جدا، لان مفيش كره بتجيله، مفيش حد بيوصله، لازم نحاول نشوف علاج لايصال مروان محسن للمرمى، وكذلك صلاح وتريزيجيه من الجنبين. نروح لفين؟ نروح لليوم السابع، مصر وجنوب افريقيا، بيتكلموا على الاحصائيات ما بين المنتخبين ولعبوا قد ايه. مصر لعبت جنوب افريقيا 11 مواجهه، منهم 7 لقاءات وديه واثنين لقاءين في امم افريقيا، يعني اثنين رسميين واثنين كمان رسميين في التصفيات الافريقيه. جنوب افريقيا كسبت 6 مرات ومصر كسبت 4 مرات وتعادل وحيد، يعني نسبيا جنوب افريقيا بتفوق علينا في المواجهات السابقه، لكن ان شاء الله باذن الله تتفوق عليهم في المواجهه القادمه. الفجر الرياضي وتصريح مهم لرينارد، بيقول ايه؟ بيقول بيحذر مصر من جنوب افريقيا. رينارد لاعب جنوب افريقيا في دور المجموعات،
وقدر ان هو يفوز عليهم بهدف في الدقيقه الاخيره لمبارك بصوفة. فهو بيقول ان ده منتخب جيد وانا بحذر المنتخب المصري من هذا المنتخب رغم سوء الاداء والنتائج عنده، لكن هم عندهم سرعات مميزه وعندهم قدرات بدنيه هائله، فده اللي بيحذر من خلاله مستر هيرفي رينارد مدير الفني منتخب مصر لمنتخب المغرب، بيحذر طبعا مستر اجيري مدير الفني لمنتخب مصر. البوابه سبورت، الانديه الاوروبيه تراقب نجوم الفراعنه، ودي حقيقه في عيون كتير جدا وكلاء كتير جدا بيتابعوا نجوم منتخب مصر، مش بس نجوم منتخب مصر برضه عشان منطقيين، نجوم بطوله الامم الافريقيه بشكل عام. لكن ابرز النجوم بالتحديد فيما يتعلق بمنتخب مصر تريزيجيه حتى الان يقال وكلام شبه مؤكد انه جاي له عروض كتير من تركيا جلاتا سراي فنربخشة، من فرنسا ليون واكثر من نادي اخر، من انجلترا واتفورد وبعض الانديه الاخرى، في اهتمام كبير جدا بتريزيجيه. نفس الكلام بالنسبه لمحمود علاء، طارق حامد ومحمد الشناوي، برضو في اهتمام من الوكلاء بالثلاثي دول، بخلاف احمد حجازي اللي موجود في الشامبيونشيب مع ويست بروميتش البيون واللي عنده امال كبيره جدا ان هو يجي له عرض، وفعلا في كلام عليه من ويستام ومن استون فيلا اللي صاعد حديثا اللي بيضم احمد المحمدي للبريمير ليج. هو بيحلم ان هو يروح البريمير ليج، وان شاء الله نتمنى ان حلمه يتحقق، ولو حلمه ما اتحققش ان شاء الله نتمنى ان هو يكون موجود في النادي الاهلي باذن الله. تمام، ده فيما يخص العروض. يلا كوره وتصريح لعلي غزال لاعب منتخبنا الوطني، بيقول تريزيجيه كان يستحق التواجد في تشكيل الافضل بدور مجموعته، ودي كانت علامه استفهام بصراحه، ازاي تريزيجيه مش موجود في تشكيله الافضل؟ يعني انا اعتقد واعتقد كمان حضراتكم كمان بتعتقدوا نفس الموضوع، ان تريزيجيه كان افضل مثلا هتقول في مكانه ساديو ماني. ساديو ماني غاب في مباراه بسبب الايقاف ولعب مباراتين منهم مباراه جاب فيها هدفين وفي نفس الوقت ضيع ضربه جزاء ومنهم هدف من ضربه جزاء. يعني تريزيجيه تالق ساهم في هدف واحرز هدف وساهم بشكل كبير جدا في الانتصارات بتاعت الفراعنه، فكان يستحق بصراحه الولد ان هو يكون متواجد في افضل تشكيل لدور المجموعات. طيب من ضمن الاخبار برضو المهمه نروح لصدى البلد وتصريح برضو لرينارد بيقول ايه يجب ان نفوز على بنين ومصر قدمت بطوله ممتازه. هنا بقى ايه التصريحات الايجابيه اللي الواحد بيتبسط بيها قوي لما يجي مدير فني زي ده زي رينارد ويشيد بمصر من الجانب التنظيمي وان مصر قدمت بطوله ممتازه، فاحنا لازم نفرح. انت نظمت البطوله في وقت ضيق قوي، اربع شهور بعد سحب التنظيم من كاميرون وانت تقدمت وخدت التنظيم في وقت ضيق جدا. مفيش اعتقد بلد ثانيه تقدر تعمل الانجاز اللي مصر عملته. فعلا هو انجاز ان انت تنظم بطوله في اقل او في اربع شهور بالظبط تقريبا، فده انجاز كبير جدا، وكمان الاشاده بتيجي من كل العالم، دي حاجه مميزه قوي، واخرها اشاده رينارد. كمان صدى البلد وتصريح لبصوفة مبارك بصوفة قال ايه؟ قلب يخشى مفاجات بنين ويتغزل في ملاعب امم افريقيا. طب ده كمان تصريح ايجابي قوي لازم نركز عليه. ما كانش عندنا ملاعب، كان عندنا ملاعب موجوده بس كانت ارضيه الملاعب سيئه جدا. البطوله دي جت بالنفع على مصر، جت بالنفع على اللاعبين المصريين، وجت بالنفع على الجماهير المصريه اللي نفسها تتمتع. فالحمد لله تم اصلاح وتجهيز الملاعب بالشكل الجيد جدا، واللي يخلي لعيب كبير زي مبارك بصوفة نجم المنتخب المغربي بيشيد بملاعب الامم الافريقيه، واللاعب لعب في ملاعب كتير جدا في العالم يعني. فاحنا متابعين وشفنا ان الملاعب فعلا كويسه جدا وحاجه نفخر بيها كمصريين. الشروق بقى وبتتكلم على ديسمبر تصريح ليه وبيقول ايه؟ المدير الفني طبعا لاوغندا قال نمتلك الافضليه امام السنغال ولا نخشى احدا. الراجل عنده امال كبيره جدا وعنده ثقه كبيره جدا في لعيبه منتخبه منتخب اوغندا، وهم عندهم مواجهه غايه في الصعوبه وغايه في القوه مع ابرز المرشحين للفوز باللقب المنتخب السنغالي، عنده قدرات فنيه وبدنيه رائعه جدا. لكن في نفس الوقت الراجل مدرب رائع ديسمبر بالمناسبه، اكيد حضراتكم عارفينه كويس جدا، تصريحاته حتى متزنه جدا وعارف بيقول ايه كويس وعارف بيحفز لعيبته ازاي. فبالتالي ما تستهتروش بالمباراه دي، المباراه دي هتبقى قويه ما بين اوغندا والسنغال. في فرق ما بين الاسمين بس القدرات والامكانيات بتاعه المنتخبين بتقول ان احنا هنشوف مباراه قويه جدا ان شاء الله. الوطن سبورت وتصريح لحارس اوغندا دينيس اونيانجو افضل حارس في افريقيا طبعا، قال ايه؟ اغلقنا ملف الانسحاب ونسعى للظهور بشكل قوي امام السنغال. ملف الانسحاب كان خاص بايه؟ ان هم عندهم مساحات او ليهم مساحات كتيره جدا عند الاتحاد الاوغندي، فخلاص الازمه بيقول ان هي هتتحل واحنا موجودين ومكملين في البطوله بعد الانباء اللي كانت بتقول ان اوغندا ممكن تنسحب. صعب ان هم ينسحبوا يعني، لكن في كل الاحوال هنشوف برضو مباراه قويه ما بين اوغندا والسنغال، وانيانجو طبعا ابرز النجوم دول. بالمناسبه هو كان اتصاب في المباراه الاخيره لكن بنسبه كبيره هو خلاص بقى كويس وهيشارك في مباراه السنغال. الهداف الجزائريه قالت ان الكاف بتختار نجم الخضر افضل لاعب في دور المجموعات، مين هو؟ اسماعيل بن ناصر
خد افضل لاعب في الجوله الاولى بشكل كامل على مدار البطوله، وخصوصا ان هو خد رجل المباراه في ماتشين، ماتش كينيا وماتش السنغال، فبالتالي لعيب مميز جدا. هو ده اللاعب اللي معانا في الصوره، لاعب منتخب الجزائري اسماعيل بن ناصر، وفي الحقيقه هو لاعب مميز جدا، وكل عناصر المنتخب الجزائري عناصر مميزه جدا في الحقيقه، وابرز برضو المرشحين مع السنغال والمغرب ومصر ان شاء الله ان هم يفوزوا باللقب. طيب الاحمدي ده من المنتخب المغربيه بتقول ان هو ممكن يغيب عن مباراه بنين، ده بسبب الاصابه، في محاولات لتجهيز هذا اللاعب. كريم الاحمدي لاعب مهم جدا في صفوف المنتخب المغربي. نروح للصباح التونسيه، المنتخب التونسي ينطلق في تحضيراته، كلام كتير قوي على المنتخب التونسي، للاسف اداء سيء جدا حتى الان. المنتخب التونسي في البطوله ما كسبوش خالص ولا ماتش، وغير كده سيبك بقى ما كسبوش، ده اداء أسوأ من منتخب مصر، المنتخب التونسي اداءه أسوأ من منتخب مصر. ففي نفس الوقت في كلام كتير جدا، هم هيبتدوا تحضيراتهم للمباراه النهارده، مباراه غانا، ومباراه هتبقى صعبه جدا للفرقتين اكيد يعني. في نفس السياق من الصريح التونسيه بتقول ان الجريء اللي هو رئيس الاتحاد التونسي بيخطط لاقاله ألان جريس قبل مواجهه غانا، هل ده ممكن يحصل؟ هو بصراحه المدير الفني ألان جريس من المنتخب التونسي عليه علامات استفهام كبيره جدا، وده بسبب الاداء والنتائج السيئه جدا حتى الان للمنتخب التونسي حتى لو صعد لدور ال16. لكن هل ممكن وديع الجريء الرئيس الاتحاد التونسي لكرة القدم ياخد قرار جريء زي ده؟ مش عارف، ده ماتش غانا كمان يومين ثلاثة يعني، فالموضوع هيبقى صعب، مش عارفين، هنشوف الأمور هتخلص على إيه في تونس. لكن نتمنى للمنتخب التونسي الشقيق كل التوفيق لما هو قادم من مباريات إن شاء الله. طيب دي كانت أبرز أخبار الكان في المواقع، هنروح لفاصل سريع، بعد الفاصل عندنا فقرة مهمة جدا جدا جدا. مع مين؟ مع الأستاذ محمد الأوسي الناقد الرياضي الكبير، وهنتكلم في أمور عديدة جدا فيما يتعلق ببطولة الأمم الأفريقية وفيما يتعلق بمنتخبنا المصري واستعداداته لمباراة جنوب أفريقيا. استنونا بعد الفاصل. بينورني ويشرفني في الاستوديو وفي هذه اللحظات الاستاذ الكبير والناقد الرياضي الكبير استاذ محمد الاوسي. يا استاذ اوسي منورنا ومشرفنا. ربنا يخليك يا امير، ده انا اللي بتشرف بالتواجد معاك وبتشرف بالظهور على شاشه قناه الاهلي. تحياتي ليك وتحياتي لكل مشاهدي القناه. نسعد دايما ان انت بتكون معانا، ونسعد بارائك طبعا المهمه جدا يعني. ربنا يخليك. كلام مهم قوي عن منتخب مصر الفتره الحاليه، عندنا مباراه غايه في الاهميه ان شاء الله يوم السبت امام جنوب افريقيا. في البداية شايف المباراة دي ازاي؟ شايف التعامل معاها يكون ازاي؟ خصوصا في ظل الكلام على جنوب افريقيا ومستواها الفني ان هي مش من قمة او مش من افضل المنتخبات في بطولة الامم الافريقية. بتشوف المشهد ازاي الفترة الجاية؟ بداية كرة القدم يعني فيها مبدأ ان مفيش مباراة سهلة في كرة القدم حتى تنتهي هذه المباراة. لما تنتهي المباراة وحضرتك تحقق نتيجة مميزة وتكسب وتحقق هدفك وتعمل سكور في الماتش وتبقى عامل نتائج كويسه واداء كويس، فنقدر نقول المباراه كانت سهله بالنسبه لك اثناء السيره. لكن مش عايزين نستسهل اي حاجه، لان احنا استسهلنا قبل كده، كله كان بيقول على مجموعه مصر سهله وواجهنا فيها صعوبات كبيره جدا، والحقيقه كانت مجموعه صعبه وليس مجموعه سهله. صحيح كان في ضغوطات كبيره جدا عليها من الفرق اللي موجوده معانا، لان الفرق كلها متحمسه ضدك، لا سيما انك انت منتخب مصر صاحب التاريخ، صاحب الاسم، صاحب القيمه، صاحب الرقم القياسي في الفوز بالبطولات القاريه الافريقيه، كاس الامم الافريقيه 7 مرات. بالظبط. بالاضافه انك بتلعب على ارضك، هتلعب جمهورك دايما، اي حد بيبقى متحفز تجاه صاحب الارض وعارف ان المباراه صعبه بالنسبه له، حتى لو كنت بتلعب فريق يعني، لو البطوله دي مقامه في اي دوله ثانيه والفريق من المستوى الثاني والثالث كنت هتعمل ألف حساب لصاحب الأرض يعني، ما بالك إن ده منتخب مصر يعني، فالكل بيعمل لنا ألف حساب، لذلك الكل بيواجهنا بمنتهى القوة، فإحنا بنواجه حماس كبير جدا، كل بيكون عنده دوافع كبيرة جدا إن يلعب قدامك مباراة كبيرة جدا. الحمد لله تجاوزنا المرحلة الصعبة، وجدنا فيها صعوبات كتيرة جدا، هناك بعض الإيجابيات السلبيات لكن في إيجابيات كتيرة جدا يعني، مش عايزين ننكرها ومش عايزين ندوس على المنتخب، كلنا الآن سبورت المنتخب مصر ورا منتخب مصر، بنقف معاه بمنتهى القوة وبمنتهى الوضوح. ان شاء الله منتخبنا سيسير في طريقه الى النهايه حتى ياخذ البطوله، لابد ان احنا نرفع الكلام ده ونقول على الكلام ده ونؤكد على هذا الكلام، لا يجب ان يعني نحبط لعبتنا ونحبط جهازنا يعني ونحبط جمهورنا. يعني معنى كلام حضرتك يا استاذ اوسي ان حضرتك ضد الحمله اللي معموله على محمد صلاح نجم منتخبنا؟ ده انا طبعا ما فيش حاجه اسمها حمله على اي حد، لا على المنتخب ولا على صلاح ولا على اي لاعب. احنا مع الناس
قلبا وقالبا مع كل لاعب في منتخب مصر، مع منتخب مصر، مع الجهاز الفني لمنتخب مصر، مع الاداره الفنيه والاداريه لمنتخب مصر، مع الجهاز الطبي، مع ما يقوله، مع المدربين الاول الثاني مدرب الحشو، كلنا بندعم هذا الكيان المصري حتى يصل الى الهدف اللي احنا عايزينه. صح. لان هم اللي حققوا لنا حلمنا، ولازم البطوله عرضنا لازم نفوز بيها ان شاء الله وبفضل الله. فمهم جدا ان احنا ده يكون عندنا ونكون مركزين عليه، ويكون الجمهور المصري عنده قناعات كبيره جدا بهذا الكلام. حكيت ان انا مش هقدر وانا مش عارف ايه وحصل لي انا كده، طب انا كده بخلص على نفسي، انا كده بدمر نفسي، انا كده بحط نفسي باغرق نفسي في بحر الياس وبحر الاحباط وبحر الفشل. لا، انا اطلع نفسي من كده وافوق اللعبة بتاعتي واديهم الجرعه الحماسيه بتاعتهم. انا ايه فايده 80,000 اللي قاعدين في المدرجات ولا ال 78,000 اللي موجودين في المدرجات، ايا كانت ساعه القرار اللي ما فيش ولا مكان، ايه فايدتها لو انا قاعد اتفرج وبنتقد اللعيبه بتاعتي؟ طب ما ده بيصب في مصلحه المنافس. صح بتاعي. صح. يا جماعه لازم نفوق، لازم نتخلص من الكلام ده، لازم يعني ندعم المركب المصريه اللي بتحمل هذا الفريق حتى تصل الى بر الامان وتصل الى المباراه النهائيه ان شاء الله يوم 19 وتحمل الكاس معه ويخرج اللاعبين ويحتفل كلنا بالكاس. مباراه جنوب افريقيا مباراة ليست سهلة، صحيح كان من الفرق القليلة جدا، مهمة جدا يا استاذ أوسي، بس انت بتقول رسائل مهمة قوي لازم نركز عليها، وهي ضرورة ان احنا لازم ندعم منتخب مصر لان ده واجبنا. احنا مصريين، ده اساس، ده واجبنا، ده اساس احنا يا جماعة. يعني مش حاجة غريبة لما تقول لي مين اللي هيفوز بالكاس، لا مصر هتفوز ان شاء الله بالكاس. بالزبط. من المنتخب اللي عندنا بعض الحاجات وبنوجه بعض الانتقادات عشان تتصلح، بس انا ما استخدمش النقد ده كمعول هدم ومعول تدمير. لازم النقد بناء، يعني النقد ده مش سكينه ماسكها بقطع فيها، بقطع شرايين المنتخب المصري عشان اقضي على حياته. لا، يعني انا حتى لما اقول نقد بنصح، بعمل زي ما بقيم ابني او بنتي فبقيمها بشيء ان ده يخليها تاخد دفع للامام، مش اخلص عليها واموتها. طبعا ده الكلام ما ينفعش يعني. صح. فدايما نشجع، دايما نرفع المعنويات، دايما نتخلص. ولما نيجي ننتقد ننتقد اداء براحتنا قوي، ننتقد اداء عادي جدا. ما تنتقد اداء، انت بتتكلم اصل المباراه دي قدام الناس كلها. بالزبط. انا بقيم مباراه فبقيم المباراه، لكن الحمد لله ربنا كرمني وانا حققت النتيجه العظمى من هذه المباراه. فعلا. انا طالع، انا مصر والجزائر اعلى تقييم في البطوله، واخدين بين كل المنتخبات لاننا جايبين 9 من 9، مسجلين 5 اهداف، الجزائر مسجله اعلى مننا بهدف 6 اهداف، كلين شيت الشباك بتاعنا ولا جون في مرماك، الحارس بتاعك واخد زمانه في ذا ماتش مره وكان قاب قوسين ادنى بياخدها الثاني، عامل نتائج كويسه، عندك في التشكيله المثاليه دخل 3 4 5 لاعبين، 4 لعيبه. لا، احنا مش ضايعين يا جماعه، احنا عندنا فرقه قويه جدا وعندنا لعيبه مهمه جدا وعندنا لعيبه على اعلى مستوى، عندنا لعيبه تصنع الفارق، عندنا احسن لعيب، واحد من احسن لعيبه في العالم. فعلا. نفخر بيه ونشرب بيه وان شاء الله هيكون طريقنا ان احنا نفوز بالبطوله. عندنا صلاح، عندنا تريزيجيه، عندنا المحمدي، عندنا طارق حامد، عندنا حجازي، عندنا كل المجموعه اللي مجموعه بدون نسأل اسماء، يعني كلها مجموعه مشرفه ومجموعه قيمه ومجموعه ان شاء الله ستقودنا الى الطريق اللي احنا بنهدف اليه باذن الله. ده كلام مهم قوي. فيما يتعلق بقى بمباراه جنوب افريقيا، مطلوب ايه من لعيبه منتخب مصر في هذه المباراه؟ واهم حاجه اكيد عدم الاستهانه طبعا بمنتخب جنوب افريقيا. تمام. طبعا مباراة لا تقبل القسم على 2، مباراة ما فيهاش تهريج، مباراة ما فيهاش تعويض، مباراة الأدوار كده، دخلنا مرحلة الأدوار الإقصائية، يعني الفائز دائما يمر والخاسر شكرا يروح يعني، فما فيش تهريج وما فيش أي فرصة ممكن تضيع منك وتعوض في الماتش التاني ده، خلاص. أكيد اللعيبة عارفة ده، أكيد اللعيبة مصممة على ده ومروا بده كتير جدا وتجاوزنا ده كتير جدا، وشفنا ده في البطوله الاخيره اللي كان 17، الحمد لله قدرنا نمر بشكل كبير جدا ومن منتخبات اقوى بكتير جدا من كده. انا شايف ان مباراتنا مع جنوب افريقيا الكفه تميل ناحيتنا، كفه تميل ناحيتنا. التاريخ بيقول ده، لان احنا اذا كنا قابلناهم 11 مره فلم نلتقي جنوب افريقيا الا مرتين في الكان ومرتين في التصفيات، المرتين في الكان كسبناهم فعلا، وكان اخرهم في 98 وكسبنا 2-0 طبعا، واللي كانت قبلها في 96 وكانت في جنوب افريقيا، كانت اول بطوله تنظمها جنوب افريقيا، اول سنه ترجع للكان، والسنه الوحيده اللي فاز بيها المنتخب الوحيد اللي كسب جنوب افريقيا، جنوب افريقيا كان منتخب مصر، خد البطوله كمان هم بهدف احمد الكاس، وكان هم خدوا البطوله دي، وكان المباراه الوحيده اللي خسروها في البطوله كانت منتخب مصر. بالظبط. فهم يعني بيعملوا الف حساب لمنتخب مصر، منتخب مصر يعني دايما موجود وان شاء الله يكون حاضر بقوه يعني. للحديث بقيه بعد الفاصل.
منتخب مصر يا استاذ اوسي، وفيما يتعلق بالتشكيل بقى، هل انت مع التعديلات في تشكيل منتخب مصر في مباراه جنوب افريقيا، ولا يستمر مستر اجيري بال11 لعيب اللي لعب بيهم اول مباراتين بالتحديد؟ انا شايف ان هو يعني ال11 اللي بيبدا بيهم هم المجموعه الافضل اللي موجوده مع مستر اجيري اللي موجوده ومستمره، ولا اعتقد انه هي من تغييرات، لانه ما عملش حتى تغيير في المباراه بعد ما ضمن الصعود. فهو عنده اصرار على المجموعه اللي موجوده في نفس التشكيل اللي بدا بيه مباراه الافتتاح، اللي كمل بيه في المباراه الثانيه على الثالثه، هيكون متواجد بكره، واعتقد ان دول اكيد هيكونوا بعد بكره ان شاء الله يوم السبت 9 مساء. اعتقد ان دول هيكونوا يعني في الوقت المناسب وفي الميعاد المناسب، وهيكونوا عند حسن ظننا ان شاء الله، وهيأدوا بشكل قوي وشكل مميز. ان المؤكد ان اشياء كثيره اختلفت في الـ بعد نهايه الدور الاول، لان الامور هتختلف، وانا متاكد ان منتخب مصر سيكون كبيرا مع الكبار. حلو قوي، حلو قوي الكلمه دي، كبيرا مع الكبار، قويا مع الاقوياء. يعني ان شاء الله سيكون له دور، كان في ماتشات وقدر يحقق الاهداف والدنيا ماشيه، مفيش مشكله خالص. يعني احنا ما جربناش ان منتخب مصر مثلا لا قدر الله دخل فيه جون وشفناه استكان، لا، منتخب مصر دايما بيلعب ودايما بيتقدم ودايما بيحقق هدف، فالامور ماشيه، فالامور هاديه بالنسبه لك. ودي في كره القدم نظريه والكل بيعتمد عليها، وناس كتير جدا بتشتغل عليها، مفيش مشكله خالص يعني. فان شاء الله مع المباريات القادمه لو بنواجه اقوى فريق سنكون الاقوى باذن الله، بارضنا بجمهورنا بلعبتنا بتوفيق ربنا سبحانه وتعالى. اتفضل. بالنسبة لمنتخب جنوب أفريقيا، منتخب يعني ما كانش ليه مردود خالص يعني مقارنة بينا، ما فيش، مش موجود أساسا يعني. يعني منتخب صعد، يعني لم يصعد بيده، صعد بيد عمرو كما يقولون، صعد يعني رصيده 3 نقاط، حتى بعد ما انتهت مبارياته ظل منتظرا مباراة مالي وأنجولا ليرى النتيجة، ولولا فوز مالي لما كان متواجدا الآن يعني. والحمد لله ان مالي فازت، لأنه يعني يعتبر بالنسبة لنا يعني الفريق الأكثر أريحية من أي فريق آخر. يعني احنا فريق يعني ليس شرسا، فريق وديع، وما شفناش عنده لعيبه مميزه جدا تقدر تصنع الفرق، والا كانوا صنعوا فرق وكانوا كسبوا حتى لو مباراه واحده في التصفيات يعني. فاعتقد ان الامور بالنسبه لنا ان شاء الله ستكون جيده، وسنحقق نتيجه طيبه ان شاء الله، ونتاهل الى دور الثمانيه، وعندما نصل الى دور الثمانيه باذن الله يكون لنا كلام اخر، ولنا حديث اخر، ولنا وجهه نظر مختلفه. انا بفضل يعني دايما بنركز على خطوه خطوه فعلا. الان امامنا، انا قدامي دور ال 16 اتخطاه، بعد كده افكر في دور الثمانيه، ما مفكرش اكتر من كده، وما حدش يكون بيفكر في اكتر من كده. ان شاء الله سنكسب يوم السبت ونفوز بالمباراه، ونفكر بعد كده ايا كان مين اللي هيواجهنا، دي امور بالنسبه لنا عاديه جدا يعني. لكن حضرتك مع ان التشكيل يكون هو هو، لكن انا عايز اسالك بقى بالتحديد في نص الملعب، لان احنا عندنا ازمه في نص ملعب منتخب مصر. مش هو ده الاداء اللي احنا منتظرينه من النني بالتحديد؟ طارق حامد عامل عليه بصراحه، النني مستنيين منه اكتر من كده، هو عنده اكتر من كده. هل انت مع تغييرات في المركز ده بالتحديد، ولا برضه يكمل طارق حامد والنني؟ انا طبعا احنا دلوقتي بنتكلم على ناحيه فنيه، طبقا لمشاهدتنا للثلاث مباريات بالظبط، ان الوسط الملعب في منتخب مصر لم يكن على المستوى المطلوب، وكان هناك بعض القصور في الاداء، وده اللي خلى بعض الفرق تستحوذ كثيرا في مبارياتنا، لان حتى الاستحواذ كان لاغلب الفرق اللي موجوده معانا في سواء الكونغو او اوغندا تحديدا، كان الاستحواذ بشكل واضح، وده نتيجه تراجع في اداء دور لاعبي وسط الملعب، وخصوصا المكان اللي حضرتك بتقول عليه بالنسبه للنني. يعني انا افضل ان يكون في تغيير، وانت تفضل ان يكون في تغيير، لكن في النهايه القرار بيد المدير الفني المكسيكي، هو من سيتخذ القرار، وهو اللي مؤمن، هو اللي شايف اللعيبه وشايف قدرات اللعيبه. يعني ليه ناس كتير جدا بيقعدوا يتكلموا في حاجات زي كده، مدربين كتير جدا بيقعدوا يتكلموا، لكن لو اديت مدرب مسؤوليه وهو بينتقد زميله المدرب وبيتكلم عنه، هو هيعمل اختيارات برضو انت ممكن تنتقدها، ممكن ما تعجبكش، لكن في النهايه يعني احنا لو 100 واحد هنحط 100 تشكيل، ففي النهايه في واحد هو المسؤول وهو اللي هيحط التشكيل، علينا ان نحترم هذا وندعمه بمنتهى القوه، وان شاء الله اي مجموعه هتكون موجوده هتلعب بروح عاليه، حماس كبير جدا، قتال كبير جدا هيكون ان شاء الله في وسط الملعب. اتوقع ان هيكون في تغيير في ارض الملعب في اداء منتخب مصر، يعني في الروح، ده اللي احنا بنتمناه بصراحه، في الاداء يعني. الادوار ممكن تكون في ادوار مختلفه موجوده لبعض اللعيبه، لكن بنفس المجموعه اللي موجوده عندك، وهم عندهم مرونه لعيبه كبيره ان شاء الله، اعتقد ان يقدروا يعملوا ده ان شاء الله. اكيد نتمنى كل التوفيق لمنتخب مصر في مباراته امام جنوب افريقيا. طيب عايزين نتكلم على البطوله شويه بقى بشكل عام، ونتكلم بالتحديد فيما يتعلق بدور ال 16
ونحلل او مش نحلل نقول توقعاتنا للمنتخبات اللي ممكن تتاهل لدور الثمانيه. يعني عندك مثلا مباراه كوت ديفوار ومالي هتكون مباراه صعبه جدا وقويه جدا، دي هتكون في استاد السويس ان شاء الله باذن الله يوم 8. ده طبعا كوت ديفوار ومالي من مباراه كوت ديفوار يعني ما اظهرش قوته، وده من المنتخبات الكبيره والمنتخبات المرشحه وفايز بالبطوله في 2015 يعني، ودايما من الفرق اللي بتوصل للادوار النهائيه. لكن هيواجه منتخب برضو قوي، منتخب عنده لعيبه محترفين، منتخب عنده قدرات، منتخب ليه شخصيه، منتخب ليه تصنيف ضمن العشره اللي موجودين في صدارة التصنيف الافريقي بالنسبه للمنتخبات الافريقيه. اعتقد ان هي مواجهه تقيله، مواجهه مش سهله. لكن اذا سالتني عن المكسب هيروح لفين، اعتقد ان كوت ديفوار. كوت ديفوار مع ان مالي عامله بطوله كويسه، عامله بطوله كويسه، بس يعني اعتقد ان كوت ديفوار ممكن تكون فتوى ارجح في هذه المباراه. يعني غينيا والجزائر، لا ما رايناه من المنتخب الجزائري يعني يشرح الصدر لنا كعرب ان منتخب بهذا الشكل وهذه القوه مع مدير فني جمال بالماضي 43 سنه، راجل بصمته واضحه. الجزائر كانت غايبه بقى لها فتره كبيره فعلا. يعني الاربع خمس سنين الاخيره في نوع من الارتباك في الكره الجزائريه على مستوى المنتخبات وعلى مستوى الانديه، لكن هذا الرجل استطاع ان يعمل تشكيله وتوليفه مميزه، لا سيما ان هناك مجموعه من اللاعبين المميزين بقياده رياض محرز. شايفين اسماعيل بن ناصر لاعب الوسط 21 سنه بيفوز بجائزه افضل لاعب في الدور الاول، وراجل مباراه في مباراتين، في مباراه كينيا ومباراه السنغال، فلاعب مميز جدا ومختار ضمن التشكيله المثاليه للدور الاول، بجانب مجموعه كبيره جدا من اللاعبين موجودين في المنتخب الجزائري. اعتقد ان هم قدروا يقدموا كره قدم محترمه جدا، كره هجوميه مميزه، اداء في وسط ملعب مميز، قدروا يعملوا برضو يحافظوا على شباكهم نظيفه زي منتخب مصر، اقوى هجوم 6 اهداف يفرقون عننا بهدف، ومسجلين 6 واحنا مسجلين 5 وهجوم منتخب مصر. طبعا شايف ان يعني اللي احنا شفناه في الدور الاول من الفرقتين يقول ان كفه الجزائر خلاص منتهى، والجزائر الى ربع النهائي، لكن كره القدم لا تعترف بهذا على الاطلاق لانها قد تفاجئك بما لا تتوقع على الاطلاق. شفنا امبارح ماتش في كوبا امريكا، ماتش بيرو وتشيلي، تشيلي اللي حصل على البطوله في اخر نسختين ومرشحها للنسخه الثالثه على التوالي، شهدت 3-0 بمنتهى السهوله يعني يعني عمليه يعني 3-0 يعني مع الرأفه، وكان اداء سيء جدا من المنتخب. انت ما تعرفش الحاله ممكن يكون شكلها ايه يعني، كل الترشيحات كانت متصب في في في, في كافه تشيلي، فاذا بها تخسر بالسلاسه يعني. ماتش البرازيل وارجنتينا، الارجنتين عملت مباراه كويسه جدا خصوصا في الشوط الثاني وكانت مميزه جدا وكانت قاب قوس ادنى من التعادل ثم التقدم، لكن خطرت 2-0. فكره بالزبط. القدم في النهايه ملهاش مقاييس، ملهاش مقاييس. عندنا قدرات وعندنا امكانيات وفي ناس تصنع فارق، لكن في النهايه الملعب هو من يحسم هذا الامر. طبعا انا اتوقع الجزائر واتمنى من الله سبحانه وتعالى التوفيق للمنتخب الجزائري. طبعا الكاميرون ونيجيريا دي قمه افريقيه كبيره جدا، شوف المباراه دي ازاي وتتوقع مين يتاهل. يعني ده نهائي اخر من النهايات اللي احنا شفناها في البطوله يعني بالزبط. احنا شفنا في الدور الاول يعني 3-4 مواجهات من العار الثقيل، والكاميرون يعني واجهت غانا ودخل على نيجيريا وهتخش على مواجهه صعبه، مباراه تقيله جدا، مباراه صعبه جدا، مباراه تكاد الكفه فيها تكون متساويه، لان انت بتتكلم عن 2 من الابطال الكبار الموجودين في القاره الافريقيه. صحيح التاريخ ينحاز الى الاسود غير المروضه الكاميرون، لكن نسور نيجيريا من الفرق الثقيله، الفرق القويه، الفرق اللي تقدر تلعب بشكل قوي، لكنها لم تقنعنا كثيرا في الدور الاول من البطوله. يعني انا شايف ان كفه الكاميرون هي الارجح نظريا وطبقا للمعطيات وطبقا للعيبه وطبقا للاداء. الكاميرون من المنتخبات بطلت افريقيا طبعا في النسخه الاخيره وكثيرا ما بتوصل للنهائيات، عندها 5 القاب، عندها مجموعه مميزه من اللاعبين، انا شايف ان هم مميزين وقادرين على حسم بطاقة التأهل. طيب هنرجع نتكلم على بقية الماتشات، بس في خبر مهم وسريع جدا لازم نتكلم فيه، وهو خاص بمحمد صلاح، انه صلاح لن يتمكن من التدريب اليوم بسبب نزلة برد. واضح ان هو عنده برد ما قدرش ان هو يتمرن النهارده. الخبر بيقول ايه؟ بيقول ان بسبب تعرضه لنزلة برد لن يتمكن محمد صلاح نجم الفريق من المشاركة في التدريب الجماعي اليوم للمنتخب الوطني، وكمان وذلك حتى لا تتفاقم حالته. جاء ذلك بعد عرض الامر على خفير اجير المدير الفني، ويواصل المنتخب اليوم اداء تدريباته استعدادا لمباراه جنوب افريقيا في دور 16.
خبر يعني للاسف حزين جدا جدا يعني. يعني برد في هذا الحر يا صلاح، مش عارف حاجه غريبه. شفاك الله وعافاك يعني، ان شاء الله ربنا يعني يعجل الشفاء. واعتقد نزلت برد، احنا ما زال قدامنا 48 ساعه بالظبط، بكره ان شاء الله باذن الله يكون جاهز ويتمرن في التمرين الختامي باذن الله. جاهزه يعني. وصلاح، صلاح قيمه فنيه كبيره جدا طبعًا في منتخب مصر. صلاح طالما صلاح موجود في منتخب مصر فكون مطمئنا، كن مطمئنا، كن مطمئنا ان منتخب مصر باذن الله سيحقق ما يسعدك في اي وقت مهما كانت قوه المنافس، لان صلاح يستطيع ان يصنع الفارق، صلاح يستطيع ان يسجل من اي لحظه، يسجل ما يكون، ممكن تصل كره واحده في المباراه يحتم بها الامور. ده من اللعيبه اللي المفروض تبقى موجوده في الملعب باي شكل من الاشكال. كانت حالته، كان وضعه، مهما كانت، صلاح هو يعني فخر الكرة المصرية، فخر الكرة العربية. إن شاء الله ربنا يعجل له الشفاء ويكون جاهز بإذن الله معنا في مباراة السبت إن شاء الله بإذن الله. بكرة يشارك في المران الختامي المنتخب مصر، ويشارك كمان في مباراة بعد بكرة أمام جنوب أفريقيا. نروح لمباراة أخرى وهي خاصة بأوغندا والسنغال. البعض شايف أن الكفة أرجح للسنغال، لكن في نفس الوقت منتخب أوغندا شفنا مستوياته رائعة خلال البطولة وخلال ثلاث مباريات اللي اتلعبت. شايف مين ممكن يصعد؟ منتخب السنغال بقيادة ساديو ماني منتخب قوي، منتخب مميز، منتخب مرشح للوصول إلى أبعد الأدوار في البطولة. عمل نتائج طيبة، نتائج مميزة يعني، باستثناء الماتش اللي خسروه، ماتش الجزائر. عندهم خامات كويسة في كل المراكز تقريبا، لعيبة صغيرة في السن مميزة وقوية، شفنا ده لما حسموا في المباراة الأخيرة. لكن منتخب أوغندا لديه مدرب يعني رائع، دي سابر، مدرب مميز، مدرب قوي، مدرب قدر يعمل من أوغندا قيمة فنية كبيرة جدا يعني من ساعة ما مسكهم، وهم اليوم موجود على الساحة. حتى لما كانوا معانا في كأس العالم تعبونا كتير جدا، كسبونا في أوغندا بهدف، وتفوقنا عليهم هنا في القاهرة بصعوبة بهدف يعني. ماتشنا الأخير معاهم أظهر قد إيه الفريق ده بيأدي كرة جماعية، لكن كان بينقصه الأداء في الثلث الأخير، أو إن اللاعب يخلص بشكل قوي وشكل حاسم وشكل سريع. شايف ان المباراه يعني لن تكون سهله بالنسبه للسنغال، اعتقد ان هي تكون مباراه قويه. اعتقد ان مباراتهم مع مصر يعني ادتهم ثقه كبيره جدا، واعطتهم يعني قدرات وتركيز اكبر خالص يعني، بصراحة ما كانوش موفقين، والحمد لله ان ما كانوش موفقين. الحمد لله طبعا، وباذن الله ولا فرقه تكون موفقه قصادنا لغايه ما ناخد الكاس. لان ان شاء الله ربنا هيوفق منتخب مصر ويواصل مسيرته. لكن انا شايف ان هي تكون مباراه قويه ومباراه ثقيله. احنا دخلنا على المباريات كلها، مباريات معانا السيد دولا 16 فرقه الاتقل اللي كانت بتلعب بهم البطوله قبل كده. الاقوى طلع يعني عدد قليل من الفرق، لكن اللي بيلعبوا دلوقتي هم الاقوى وسنرى الاكثر قوه ان شاء الله في المراحل المقبله. فشايف ان المباراه صعبه، وشايف المباراه ممتعه، وكل المباريات اللي جايه بالنسبه لنا مباريات ممتعه فعلا. مباراه قويه يعني، كلها مباريات تجبرنا على المشاهده الحقيقه يعني. بنين والمغرب فطبعا السنغال كفته الارجح. تمام، بنين والمغرب بقى. المغرب بقياده مدربه هيرفي رينار قدم عروض قويه وعروض مميزه، لكن المغاربة أنفسهم ليس لديهم ثقة في المنتخب المغربي أن يصل إلى مراحل متقدمة في البطولة، لأن هم بيخشونا لغاية دلوقتي. المغرب بيقولوا إن احنا ما قابلناش يعني ماتشات كبيرة وماتشات تقيلة، بس قبل كوت ديفوار برضه منتخب قوي كسبوهم 1-0. هم برضه بيقلقوا في الأدوار الإقصائية يعني، لكن نتمنى لهم التوفيق. لكن في النهاية هم لعبوا وأدوا بشكل قوي وشكل منظم، لكن في النهاية كانت نتائجهم كلها 1-0 في الثلاث ماتشات يعني. ده دليل على إن القدرات الهجوميه، القدرات التهديفيه عند المنتخب المغربي ليست على مستوى قوه الفريق بشكل عام يعني. انا متخيل المنتخب يكون عنده اداء وتهديفي اعلى من كده بكتير، لكن طبعا فرصه المغرب هي الاقوى وهي الاقرب، وهو اللي ماشي بشكل قوي وشكل منظم. نتمنى المنتخب المغربي الشقيق كل التوفيق ان شاء الله. مدغشقر والكونغو، كفه مين ارجح؟ الخبره عند الكونغو شويه والطموح والاداء الجيد حتى الان لمدغشقر، مفاجاه البطوله واول مشاركه ليهم في بطوله الامم الافريقيه، شايف مين كفته ارجح؟ طبعا مدغشقر فاجاتنا جميعا، ما حدش كان يتوقع يعني. انت لو كنا قاعدين قبل البطوله وبنتوقع مين الفرقتين اللي هيصعدوا، ما كناش عمرنا هنحط مدغشقر، ولا حتى كانت ممكن تصعد، حد كان يتخيل انها ممكن تخش ضمن التوالد مثلا. ما هو لحضرتك فلما تيجي هي تصعد اول مجموعه على نيجيريا وعلى غينيا، فده حاجه عظيمه جدا. دي كسبت ماتشين وتعادلت ماتش، دي عملت افضل نتائج في المجموعه يعني. واعتقد ان التقدير الكبير يرجع لمدربهم نيكولاس ديبوي الفرنسي، واضح ان المدرسه الفرنسيه ناجحه في افريقيا، مدرسه مميزه جدا وعامله نتائج جميله جدا. لما اتكلم على هيرفي النهارده في المغرب، ودي
دي صابر موجود ودي دبوي اعتقد يعني ماشيين بشكل كويس وليهم بصمات كويسه مع الفرق بتاعتهم. الكونغو شفناه برضو منتخب من المنتخبات اللي قدم عروض كويسه قدام مصر في البطوله، صح هو خسر لكن في النهايه قدم عرض كويس وقدر يتاهل بصعوبه يعني الى الدور التالي كاحسن بالنسبه كثالث في المجموعه. شايف مباراه تشيبي وتشيبي متكامل 4-0 هو اللي صعده بالظبط يعني شايف المباراه بالظبط ده فريق الاهداف هو اللي قدر يصعده مع ان فريق زيمبابوي فريق كويسه وكانت زيمبابوي عامله ماتش قوي جدا قدام اوغندا جعلنا نتوقع ان زيمبابوي هتكتسح وتعدي يعني لكن هكذا هي كره القدم يعني تاتيك دايما بالمفاجات والاشياء الغريبه. شايف ان المباراه ده صعب التوقع لان انت امام فريق لديه طموح كبيره، فريق وليد، فريق بيقول انا يعني جاي اغير موازين قوى في الكره الافريقيه، معاه مدرب عنده قدرات عاليه بيعرف يدير، بقى فيه لعيبه مميزين، صحيح يعني انت تلاقي منتخب مدغشقر ده القيمه التسويقيه ليه كلها ما تتعداش 13 14 مليون يورو يعني. لكن لما يكسبوا فرقه بحجم وقيمه نيجيريا قيمتها التسويقيه تقترب من 190 مليون يورو فده ان الفرقه دي عندها طموح كبير جدا وده الخوف من الفرقه الصغيره اللي بيبقى عندها حماس كبير رغبه كبيره عندها دوافع اكبر منك انت نفسك يعني. فالحذر كل حذر من هذه النوعات من الفرق. شايف ان احنا هنتفرج على مباراه كبيره ومباراه ثقيله، مباراه تكون من العيار الثقيل، مباراه قمه برضو بين فريقين من القوى المتوسطه في القاره الافريقيه. مين يكسب؟ اللي يكسب اعتقد الكونغو. الكونغو؟ اه رغم يعني الاداء الجيد لمدغشقر طبعا الخبره هتفرق، الخبره هتفرق وفرقه كويسه وليها تقديرها والكونغو من الفرق اللي ضمن العشره الاوائل في القاره الافريقيه يعني عامله نتائج كويسه في السنوات الاخيره وهي في مجموعتها كانت من التصنيف الثاني فاعتقد ان هم يعني هم كفتهم اقرب والتوقعات بتميل ناحيتهم. تونس وغانا، تونس للاسف المنتخب التونسي يعني بيمر باوقات صعبه جدا، اداء ونتائج سيئه وانتقادات لاذعه طبعا في الشارع الرياضي التونسي، في المقابل بيقابلوا منتخب قوي زي منتخب غانا. مباراه زي دي تتوقعها ازاي؟ يعني زي ما بتقول المنتخب التونسي لم يعجب التوانسه على الاطلاق، لم يقنعهم على الاطلاق، يمكن هم كانوا بيمروا بظروف في الشارع السياسي فكانوا بيعولوا على ان المنتخب التونسي يصنع الفرحه، يصنع البسمه، يعمل نوع من البهجه في الشارع، يوحد الشارع الجزائري، لكن المنتخب التونسي يعني احبط الكثير من التوانسه انفسهم بسبب النتائج ان هو لم يستطع تحقيق الفوز في اي مباراه من المباريات اللي لعبها، فده عامل نوع من القلق عندهم وخايفين يعني. لكن هم عندهم امل كبير جدا ان في الدور الثاني الامور تتحسن يعني والامور تكون افضل، لكن انا شايف ان الامور بالنسبه لهم صعبه، صعبه بدرجه كبيره جدا. طبعا الواحد يتمنى لهم التوفيق، لكن المنتخب الغاني لديه لاعبين مميزين، لديه لاعبين اكفاء، لديه لاعبين على مستوى عالي، اعتقد ان يعني الكوره بتقول ان هي الكفه بتميل اكتر ناحيه المنتخب الغاني، وان كنا نتمنى فوز المنتخب التونسي يعني اكيد ان شاء الله نتمنى المنتخب التونسي الشقيق هو اللي يتاهل لدور الثمانيه باذن الله. والمراحل دي دايما يا استاذ اوسي اكيد بتتفق معايا ما بيبقاش ليها حسابات خالص، حتى لو انت بادئ بطوله بشكل سيء ممكن تكسب وتصعد، في الماتشات القويه دي بيبقى ليها حسابات خاصه يعني. يمكن الفرق يعني انا سمعت اكتر من مدرب خصوصا من التوالت او اللي ما حققوش المركز الاول في مجموعتهم، الاقي اكتر من حد بيضرب لك مثل بالبرتغال في 2016 في اليورو 2016 لما دخلت البرتغال ضمن افضل توالت برضو وقدرت تخش دور 16 وتكسب وتتاهل ومشيت خطوه خطوه الى ان وصلت وخدت البطوله، محدش كان يتخيل على الاطلاق طبعا ان فرقه مثلا تخيل انت مثلا فرقه مثلا زي مدغشقر او الكونغو وطالعين ثالث بالعافيه او جنوب افريقيا او اي فرقه من الفرق الثالث عدى دور 16 وفضل يمشي يمشي وكسب البطوله وتفوق على كل الكبار، تفوق على التصفيات الاولانيه، فالكره ما لهاش حسابات، ما لهاش مقاييس يعني، فعندهم طموحات كبيره جدا وكل واحد ليه طموحه. ابذل اللي عليك، اعمل اللي عليك في الملعب، ابذل قصارى جهدك والتوفيق من عند ربنا سبحانه وتعالى. تمام، ابرز المنتخبات في البطوله حتى الان من وجهه نظرك؟ زي ما هو ظاهر او الكل ان ابرز المنتخبات العربيه واضحه هي الجزائر. يعني عندك الجزائر، المغرب، لا بص خلي بالك بالارقام وبالحسابات افضل ثلاث منتخبات مصر، الجزائر، المغرب. ماليش دعوه هتقول لي الاداء ان هم كانوا بيقدموا بشكل افضل منك بعض الشيء ماشي،
لكن الجزائر رقم واحد عشان هي 6 أهداف وشباكها نظيف، فعملت المعادله الصعبه والمعادله اللي بتحتاج جهد كبير جدا، انك انت تبقى هجوم قوي جدا وتسجل اعلى نسبه تهديد وفي نفس الوقت تقدر تحافظ على نظافه شباكك. منتخب مصر مسجل 5 أهداف ومحافظ على نظافه شباكه. ماليش دعوه بقى، ما تقوليش الكره جت في العارضه جت في القائم الشناوي اتالق، في النهايه ده منتخب مصر الكره لم تدخل شباكه. النتيجه النهائيه ان التقييم بتاع المنتخبات مصر والجزائر 7.2 اعلى تقييم بالنسبه للمنتخبات اللي موجوده في البطوله. مصر والجزائر، بعديهم السنغال، بعديهم المغرب، بعديهم مالي. دول التصنيف الرقمي للخمس منتخبات اللي هم يستحقون لقب الافضل طبقا للارقام. الشكل الجمالي والاداء والحاجات دي كلها، كل ده ملوش وجود في كره القدم بمجرد ما تنتهي البطوله يتنسي. لا احد. احنا نتذكر ان بطل 2017 الكاميرون، صح، 15 كوت ديفوار، 2006 منتخب مصر، هل تذكر اي مباراه؟ لا لا، بس الاداء الفني في منتخب مصر في 2008 انا معاك التحديد يعني. لا اداء مصر في 2008 و2010 احنا كمصريين بنذكره بكل فخر، لكن فعلا الناس تانية ممكن او الدول التانية ما يفتكروش ان مصر كانت. لا احد دلوقتي انت لما يعني عندك بعض التراجع ما حدش فاكر لك النقطه، لكن تظل شخصيتك هي اللي موجوده. انت هتحقق حتى يعني اخواننا العرب اللي بنقابلهم يعني لما بنتكلم عنهم وحد يتكلم عن الاداء المصري ويقلل المنتخب المصري هم يندهشوا، يقول لك المنتخب المصري هو كده ويتسلل وهيكسب البطوله في الاخر، انه عندهم ثقه او بيقولوا الثقه ان المنتخب المصري بيعرف يكسب. يعني دايما حتى مش من البطوله دي، من زمان المنتخب المصري عندما يصل الى الادوار الاقصائيه يستطيع ان يتسلل ويصل الى الكاس باذن الله. فدي امور مهمه جدا في كره القدم. افضل اللاعبين في البطوله حتى الان هو في اكتر من لاعب، يعني مفيش نجم الطاغي في البطوله يعني. لكن تقدر يعني بعض المنتخبات، برضو المنتخبات الكبرى اللي هم طالع منها المجموعه اللي منتخبات قلت لك، هتلاقي عندك في منتخب مصر حتى التشكيله المثاليه اللي اختارها الكاف اختار طبعا اكيد افضل مجموعه لعيبه ادت في الدور الاول. فمختار من عندك محمد صلاح ومحمد الشناوي واحمد المحمدي واحمد حجازي، فدول اربعه عندك من منتخب مصر. تيجي لمنتخب الجزائر مختار رياض محرز، وعندك اسماعيل بن ناصر برضه من الجزائر، من لاعب مميز جدا يعني. عندك ساديو ماني موجود، يستحق يبقى موجود ساديو ماني ولا تريزيجيه احق ان يكون موجود مكانه؟ والله ما تقييمات يعني، انا شايف تريزيجيه ادى بشكل كويس وقوي جدا، لكن في النهايه ببص للاعب اللي بيخلص، اللي بينجز، اللي بيقدر، اللي بيصنع فرق كبير جدا مع فرقته يعني. عندك تريزيجيه صنع فرق كبير حتى الان مع مصر في الحقيقه، ده مؤكد يعني طبعا ان شاء الله. الراجل قدر ان هو يصنع هدف ويحرز هدف ويؤدي 3 مباريات بشكل جيد، في المقابل ساديو ماني غاب عن اول مباراه بسبب الايقاف، في المباراتين التانيين لعبهم، المباراه خسروا منها من الجزائر، الماتش الثالث كسبوا جاب هدفين منهم ضربه جزاء ومنهم ضربه جزاء اخرى كمان ضيعها بخلاف الهدفين ضيعها. ممكن البعض يقول لك تريزيجيه هو الاحق يكون متواجد يعني. لا هو انت بتتكلم عن تريزيجيه لاعب في وسط الملعب الهجومي وده لاعب مهاجم، فده مركز وده مركز، فالامور مختلفه يعني. ما ينفعش احطهم الاثنين مع بعض يوم يعني. كويس. وفضل جوردون ايوه موجود في غانا من اللعيبه الكويسه ومن اللعيبه المميزه، اسماعيل سارة في السنغال برضه من اللعيبه الكويسين المميزين. تقريبا يعني دول الابرز اللعيبه اللي موجودين يعني. الشناوي موجود طبعا من مصر. الشناوي موجود طبعا، دول مثلا ايه يعني، دول تقريبا التشكيله المثاليه. لكن لو جيت هتكلم عن الشناوي من اللعيبه المميزه، تريزيجيه من اللعيبه المميزه في مصر. عندك في المغرب حكيم، حجازي في منتخب مصر كمان، حجازي موجود في التشكيله المثاليه. عندك في المغرب اقول لك اشرف حكيم من المغرب من اللعيبه المميزه جدا. عندك حكيم زياشي برضو من اللعيبه القويه واللعيبه المميزه جدا اللي لها بصمه. عندك يوسف بلايل موجود من الناس برضو الكويسه موجوده. عندك يوسف الناصري برضه مميز جدا يعني، في مجموعه كبيره جدا من اللعيبه مميزين. لكن في النهايه الابرز والاقوى اللي هم الثلاثي صلاح ماني رياض محرز، البعض بيراهن على هذا الثلاثي ان يكون ليه دور كبير جدا في مسيره المنتخب بتاعه، وان هم اللي نفسه على افضل لاعب تقريبا موجود ان شاء الله. عايز اتكلم شويه على الجانب التنظيمي للبطوله حتى الان، وهنفضل نتابع الجانب التنظيمي في البطوله لحد اخر يوم ان شاء الله عشان نشوف كل الايجابيات وكل السلبيات ونتكلم برده عنها ونقيمها بشكل كبير، لان شيء يهمنا قوي ان التنظيم دايما في مصر يخرج بالشكل المطلوب وبالشكل الجيد والمتوقع كمان. رايك في التنظيم ايه لحد اللحظه اللي احنا فيها دلوقتي؟ جميل جميل سؤال زي كده، لان مش معنى التنظيم ان احنا اتكلمنا في الاول عن التنظيم واحنا عملنا افتتاح وعملنا تنظيم، لا، ده قدرة التنظيم ونجاحه على ماذا بعد أن أصبحنا على أرض الواقع والفرق لعبت عدد كبير جدا وخلص دور أول. التنظيم عامل إيه؟ والتنظيم ماشي إزاي؟ والناس شايفاه إزاي؟
واللي بره شايفيننا ازاي دلوقتي. الحمد لله الامور تسير دايما الى الاعلى، دايما الى الافضل، كويس. دايما الى الاشاده الاقوى بمصر تنظيميا. اكثر من 70 مراسل اجنبي لوكالات انباء عالميه ولصحف عالميه ولمواقع عالميه بيشيدوا بالتنظيم وبيشيدوا بقدرات مصر العاليه وبيشيدوا بالملاعب وبيشيدوا لان التنظيم اصلا عندك تنظيم، عندك ملاعب جيده ومميزه، عندك تنظيم دخول جماهير مباريات ومقاعد ومنظومه تذاكر، عندك فنادق مجهزه بشكل قوي ومميز، ده كله ضمن التنظيم، والاعاشه والاستقبال والضيافه بشكل قوي وشكل مميز، عندك حل كل المشكلات مجرد ما تظهر. طبعا اي مكان في الدنيا بينظم بطوله بتظهر مشكلات، التنظيم الناجح هو اللي يحل مشكله بسرعه او يحاول ان يمنع حدوث مشاكل من الاساس، فده كله موجود والناس كلها لمساه. عندك مراكز اعلاميه مهمه جدا في كل الملاعب، ومهم جدا الاعلام، اي بطوله بدون اعلام وبدون اهتمام بالجانب الاعلامي يصيبها الفشل، واذا طبعاً. يعني تعرض الاعلاميون والصحفيين لمضايقات هينقلوا صوره سيئه هتاثر عليك، حتى يعني دايما الفيفا بيحط الاعلام دايما في المقدمه، الكاف نفس الحكايه. اتمنى اتحاد الكره المصري يتعلم من التجربه، والحمد لله دينا عملنا تجربه نموذجيه ويهتم بالاعلام بشكل كبير جدا، فده موجود عندنا مركز اعلامي كبير جدا الرئيسي، وعندنا مراكز اعلاميه في كل الملاعب. مهم جدا ان كل اعلامي وكل صحفي يستطيع ان ينقل رسالته من داخل الملعب بمنتهى السهوله، تيسير للمصورين والصحفيين ده شيء مهم جدا. فالامور ماشيه الحمد لله بشكل قوي وشكل مميز وشكل يشرفنا كمصريين في استضافه هذا الحدث. منظومة التذاكر اللي اتعملت الحمد لله بتواصل نجاح، وده بيدينا أمل كبير جدا في عودة الجماهير إلى الملاعب بإذن الله بعد نهاية كأس الأمم الأفريقية. دور الدولة المصرية واضح جدا كمان في التنظيم ده، ولازم نتكلم في الجزئية دي بالتحديد، لأن الدولة المصرية اهتمامها انعكس فعلا سواء على جودة الملاعب من حيث المدرجات والأرضية أو على تنظيم البطولة كمان بشكل عام، فأكيد لازم نحيي كل المسؤولين في الدولة اللي ساهموا في هذا التنظيم الرائع. يعني عايز أقول تعبير، سلمت يد الدولة المصرية في هذا الحدث. الحقيقه يعني ايادي الدوله المصريه شالت كاس الامم الافريقيه ووفرت لها كل القدرات، وفرت كل الامكانيات في تضافر كبير جدا، ليس وزاره الرياضه فقط بل من كل الوزارات اللي موجوده في مصر. لولا هذا التكاتف ولولا هذا الدعم من الدوله ما شاهدنا هذا النجاح وما شاهدنا هذا التنظيم. هناك تعليمات لكل الوزارات بتذليل كل الصعوبات وتوفير كل الامكانيات حتى تنجح هذه البطوله. يعني ان شاء الله اكيد هتنجح، وان شاء الله كمان منتخب مصر هو يفوز بهذا اللقب. يا استاذ محمد القوسي نورتنا وشرفتنا، بشكرك. شكرا لك يا كابتن امير، انا اللي تشرفت دايما بالتواجد معي. احنا بنبقى اسعد دايما، بشكرك شكرا جزيلا. كان معانا ضيفنا العزيز الاستاذ الكبير استاذ محمد القوسي الناقد الرياضي المعروف، واتكلمنا في امور كثيره وملفات كثيره بتخص بطوله الامم الافريقيه بشكل عام وفيما يتعلق كمان بمنتخبنا الوطني المصري. دي كانت حلقتنا من كلام في الميديا النهارده، استنونا وحلقه جديده يوم السبت الجاي ان شاء الله. الى اللقاء.